بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا حلقتنا تبقى عباره عن نصفين، النصف الاول بيبقى مجموعه من الاخبار. الحقيقه النهارده عندنا مجموعه كبيره من الاخبار سواء داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا، والنص الثاني الحقيقه هيكون معانا ضيفنا الكبير الكابتن الكبير طبعا محمد الالفي، نجم منتخب مصر كره اليد السابق ونجم النادي الاهلي واحد ابرز القامات الكبيره في كره اليد. لازم نتكلم عنه النهارده، عن منتخبنا بيخوض منافسات بطوله العالم، حتى الان لعب 3 مباريات وهتكلم مع حضراتكم بالتفصيل في اول خبر، وتاهل للدور الرئيسي في البطوله. الحقيقه مهم جدا نتكلم مع محمد الالفي، كابتن محمد الالفي، عن كل شيء، عن توقعاته، عن الاول قرايته للبطوله، المستويات الفنيه، المجموعه مجموعه، توقعاته، لان احنا طالعين على مباراتين جامدين في الدور او 3 مباريات، يعني خلاص ما بقاش في مباراه سهله، ولكن مباراتين مستوى عالي هنلعبهم في الدور الرئيسي، وبعد كده حظوظنا لو كسبنا لو خسرنا هنقابل مين في دور الثمانيه، ونفس الكلام يا رب ان شاء الله قبل النهائي. هنتكلم مع كابتن محمد في كل شيء، وتحليلنا للبطوله، هل نجحت اول بطوله تتنظم على دولتين، يعني حاجات كتيره جدا هتسمعوها وامور كتيره جدا هتسمعوها بس مع كابتن محمد الالفي. ده هيكون في النصف الثاني من حلقتنا. هنروح للنصف الاولاني الاخبار، هنبتدي ايضا بمنتخب كره اليد. سداسي النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي بيقودوا او ضمن كتيبه منتخب مصر اللي استطاعوا ان هم يتاهلوا للدور الرئيسي بالعلامه الكامله. منتخب مصر لعب 3 مباريات، ابتدى في المباراه الاولى مع كرواتيا، فريق كان قوي جدا وعنيد، ولكن استطاع المنتخب ان يفوز فرق كبير على كرواتيا. المباراه الثانيه كانت مع نادي مع فريق منتخب المغرب، المباراه الثالثه كانت مع امريكا، والحمد لله المنتخب ادى اداء جيد جدا. اتأهلنا للدور اللي بعد كده في الكأس العالم او بطولة العالم. طيب معانا مين او هنلاعب مين؟ هنلاعب بلجيكا وهنلاعب البحرين وهنلاعب الدنمارك. 3 ماتشات، يعني نقول طبعا البحرين فريق جيد وانجاز كبير انه يطلع للدور الرئيسي، ولكن بلجيكا طبعا مباراة مش سهلة، وايضا الدنمارك يعني هنتكلم عن حظوظ طبعا الفرقتين، خاصة ان الدنمارك اتأهلت من مجموعتها بالعلامة الكاملة 4 نقاط برضه، فطبعا ده هيصعب علينا، لانه طبعا الدنمارك فريق كبير، فريق جاهز، فريق من الفرق القويه العنيده، فاتصور ان هيبقى الدور الرئيسي اكيد اقوى واصعب من الدور التمهيدي. الحاجه اللي عايزين نقولها انه منتخب مصر حتى الان الحمد لله بيأدي اداء كويس. ليه؟ لان في تنوع في طرق اللعب، وفي صف تاني بدا يظهر في منتخب مصر، وده صف صغير، يعني بنتكلم في 21 22 سنه. الصف ده ان شاء الله ممكن يقود او يبتدي ياخد الخبرات اللي بيها بعد 3 4 سنين، يبقى هو الجيل الكبير. منتخب مصر عنده قدره وتنوع في خطط الهجوم والدفاع، في صلابه دفاعيه، يمكن يكفينا ان المصري لعبنا لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر حصل على احسن مدافع في التصفيات. طبعا كل الكلام ده اكيد مش هنطول في الخبر ده، لان كابتن محمد الالفي اكيد عنده المزيد واكتر منا كتير طبعا في تحليلاته ورؤيته. والسداسي النادي الاهلي اللي بيشارك مع المنتخب طبعا عبد الرحمن حمايد حارس المرمى، واحمد خيري ومحسن رمضان ومهاب سعيد وابراهيم المصري واحمد عادل، والكل الحمد لله ليهم دور. الكل يعني مؤثرين مع المنتخب طبعا، مع كل اللاعبين الاخرى يعني، ولكن السداسي حتى الان ماشي بشكل جيد. اتمنى التوفيق لمنتخب مصر. هنروح لفريق السيدات لكرة اليد في النادي الأهلي، والحقيقة كان عندهم مباراة امبارح مهمة مع نادي الطيران في أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، واستطاع الفريق إنه يفوز طبعا بنتيجة 25-20. نادي الطيران عامل فرقة كويسة، هقول لكم ليه يعني. طبعا الفريق بقيادة الكابتن محمد عادل زولة، وخلاص الدور التمهيدي خلص، في 5 فرق تأهلنا إلى الدور الرئيسي بقى أو دوري السوبر زي ما بيقولوا. مين هم الخمس فرق؟ سبورتنج، سموحه، الشمس، الطيران، الشمس، الزمالك، الطيران، ومعهم الاهلي. تمام، 5 فرق تاني، سبورتنج سموحه الشمس، الزمالك، الطيران، هيلعبوا رايح جاي، وبعد ما نلعب رايح جاي هيتاهل 4 فرق عشان يلعبوا دورتين مجمعتين او دوره مجمعه تحدد منها البطل. يعني احنا دلوقتي عندنا 5 فرق طلعوا، سبورتنج، سموحه، الشمس، الزمالك، الطيران، ومعهم الاهلي، يبقى كده 6 فرق هيلعبوا رايح جاي، 5 × 2 = 10 ماتشات، وبعد كده هيتأهل الأربعة الأوائل هيطلعوا يلعبوا دورة مجمعة، مش متذكر دورة أو اتنين، ولكن هي دورة واحدة، دورة وحيدة هيتحدد منها البطل. يعني احنا هنتكلم فاضل لنا على نهاية الدوري 13 مباراة، 10 في الدور ده و3 في الدورة المجمعة. كل التوفيق طبعا لكابتن محمد عادل زولة واللاعبات، والشكل بقى أفضل،
المتابع الفرقه الشكل بقى افضل، بقى فيه تناسق وتناغم جيد، لان الحقيقه الفرقه كانت محتاجه مباريات وماتش ورا التاني بتبقى احسن. بس المباريات دي خلاص مفيش حاجه سهله، سبورتنج، سموحه، الشمس، الزمالك، الطيران، اتصور ان مفيش مباراه تبقى سهله لا عندك في ملعبك ولا بره ملعبك. هنطير على طول لفريق كره السله رجال، كان عنده مباراه مهمه هذا الاسبوع مع نادي الجزيره. طبعا احنا بعد الفوز الكبير اللي حققناه مع نادي الزمالك انتقلنا، طبعا انتوا عارفين دوري السوبر في كره السله دوري قوي، 8 فرق ما تعرفش مين هيكسب مين. كان عندنا مباراه مهمه مع نادي الجزيره بقياده الكابتن محمد الكرداني لاعب نادي الجزيره والاهلي السابق ومنتخب مصر، وفاز النادي الاهلي بنتيجه كبيره ايضا 83-67. الماتش كان اتلعب امبارح بالليل على صاله اتحاد الشرطه الرياضي بالدراسه اللي هي بقت ملعب نادي الجزيره، ما بقاش الاستاد، غيروا ملعبهم خلوه صاله اتحاد الشرطه الرياضي. الحقيقه الصاله دي حلوه الحقيقه، وانا صغير كنت بحب العب فيها، صاله حلوه وارضيتها كويسه وفيها كل الامكانيات اللي ممكن اي فرقه تحتاجها. الجميل ان الاهلي كان متصدر الماتش من بدايته لنهايته، والاجمل من كده ان مستر اجوستي بوش شارك عدد كبير من الناشئين، تالق منهم ثلاثه الحقيقه، تالق مؤمن طارق خيري واخوه محمد خيري، وايضا تالق كريم حاتم. الثلاثه تالقوا، اولا كريم حاتم ومحمد خيري الاثنين بيلعبوا لسه تحت 18، لسه صغيرين. مؤمن بيلعب تحت 20 وبيلعب درجه اولى، فانت لسه بتعتمد على لعيبه، يعني مؤمن حط 10 بونت، محمد خيري حط 3 بونت، كريم حاتم عمل لعب، ويعني انا شايف الولد ده ما شاء الله، يعني بالذات يعني طبعا محمد وطارق، مؤمن ومحمد ما فهمش اي خلاف، اتنين ولدوا نجوم ما شاء الله يعني. ولكن كريم حاتم الحقيقه انا عاجبني، لان مركز صانع الالعاب ده نادر لما بتلاقي لعيب فيه بيطلع فين وفين، كل كام سنه يطلع لك لعيب كويس، لانه مركز نادر بيعتمد على مقومات شخصيه ومقومات فنيه الاثنين. ممكن يبقى لعيب فنيا عالي جدا بس ما عندوش الليدرشيب في الملعب، والبوينت جارد او صانع الالعاب محتاج يبقى عنده شخصيه قياديه. وعلى فكره ملهاش دعوه بسن، يعني انت ممكن تبقى عندك 18 سنه و17 سنه وبتقود فرقه كلها او اصغر واحد فيهم عنده مثلا 26-27 سنه، فالليدرشيب دي ملهاش علاقه بالسن، هي شخصيه انت بتتولد بيها. كريم حاتم لما كان معانا هنا في برنامج الابطال انا سالته، قلت له انت ممكن في، يعني محمد خيري لما 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 كبر شويه كان هو بوينت جارد، دلوقتي بيلعب شوتينج جارد عادي مفيش مشكله كل ده كويس، ولكن كريم حاتم بيحب صناعه الالعاب، بيحب المركز ده، عايز يبدع فيه مش عايز يغير. فنادر لما تلاقي لعيب، انا اتصور ان كلها سنتين، وخدوا الكلام ده مني يعني وسجلوه، كمان سنتين النادي الاهلي مش هيجيب محترف صانع العاب. لما كريم حاتم ياخد الثقه ويشد عوده كده ويبقى يعني من اللعيبه الستاندنج في الفريق الاول، النادي الاهلي كفريق اول مش هيجيب صانع العاب في البوينت جارد، هيجيبه في مركز تاني، لان خلاص هيسد الفراغ ده وهيدي فرصه للمدير الفني انه يفكر في مركز تاني بقى على حسب النقص، مركز 4، مركز 5، 3، 2، هيشوف الدنيا ايه. فالحقيقه ده من اهم مكاسب الفريق. المباراه الجايه يوم الجمعه ان شاء الله الاهلي والاتحاد الاسكندري، هيتلعب في صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه 6، وان شاء الله ننقل لحضراتكم هذه المباراه. المباراة دي هتتنقل على الهواء مباشرة على شاشة قناة النادي الأهلي الساعة 6، والاستوديو التحليلي إن شاء الله يكون الساعة 5 مع ضيوفي، وهنتكلم عن طبعا بعد 6 مباريات بقى، يعني 6 مباريات هيكون اتضح كل شيء، هيبقى كل فرقة سواء الاتحاد أو الأهلي اللي هم بيتناصفوا صدارة الدوري دلوقتي، كل فرقة خلاص هيبان بقى مين أقوى دفاع، مين أقوى هجوم، احنا ماشيين ازاي، هم ماشيين ازاي، الفروق قريبة جدا. والاتحاد السنة دي أفضل، يعني ده كل المتابعين عارفين، فهنشوف الـ الـ الدنيا دي، وهيبقى فيها تحليل للأرقام كويس قوي إن شاء الله يوم الجمعة، هنجهزه لحضراتكم، انتظرونا إن شاء الله يوم الجمعة في المباراة القادمة لرجال أو سلة رجال النادي الأهلي. هنروح للسيدات، كان أيضا عندهم مباراة مهمة مع سموحة هذا الأسبوع، والحمد لله فزنا بفارق كبير الحمد لله في هذه المباراة، 94-78 هو ده كان الفارق. ده طبعا كان في الجوله السادسه، وبيدرب نادي سموحه طبعا المدير الفني القدير الراي عماد محمود، وبالمناسبه دول او سموحه اخد تاني العرب. فانت النهارده لما كسبت سبورتنج بطل افريقيا وكسبت نادي سموحه المحترم وصيف العرب، يبقى بالسكور ده لا انت كده تقدر او تشجع اي متخذ قرار في النادي الاهلي ان يقول الفرقه دي لازم تروح افريقيا وعربيه. ما هي 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 بصوا هي اللوجيك، انت بتقول بما ان فان الفرقه دي كسبت بطل افريقيا لو نادي سبورتي بعد ما رجع من افريقيا وكسبته قبل ما يسافر، ادي واحد. مع كل الاحترام طبعا نادي سبورتنج، انا بتكلم على الفنيات. هنروح الناحيه الثانيه لسموحه وصيف العرب،
ان النهارده بتكسبه 94 78 فرق 16 نقطه، اذا الدنيا كويسه في غياب بعض اللاعبات، يعني في لعيبه او لاعبات غايبين عن الفريق وهنقول لكم مين هم. طيب بالنتيجه دي النادي الاهلي او فريق السيدات اتصدر الترتيب برصيد 12 نقطه من فوز من 6 مباريات زي ما قلت لحضراتكم. الماتش اللي جاي بقى زي ما الرجال عنده الاتحاد اسكندريه الجمعه، السيدات عندهم سبورتنج يوم السبت. المباريتين عندنا، طب ليه عندنا في الاول؟ عشان الاثنين رجال وسيدات حامل لقب المرتبط. فالاول هو اللي يعني بيلعب على ملعبه الاول. المباراه هتكون يوم السبت ان شاء الله في صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره. وطبعا احنا حتى الان كل البطولات اللي مشاركين فيها كسيدات فزنا عليها، فزنا بيها يعني دوري المرتبط، بطوله القاهره، وايضا كاس السوبر. ولكن طبعا في غيابات هتحصل الفتره الجايه، في هلا شعراوي مش هتكون موجوده مع الفرقه الفتره اللي جايه، وايضا نور علي طلعت مش هتبقى موجوده. يعني عندنا غيابات اتنين من اعمده الفريق في مركز السنتر او اللاعب الارتكاز هيغيبوا. طب هل ان الفرقه تستطيع ان تستوعب هذا الغياب؟ ايوه تقدر انها تستوعب هذا الغياب، لان السكواد كبير ما شاء الله. ومفيش اكتر من احنا لعبنا سبورتنج في نهائي المرتبط المباراتين من غير لعيبه او محترفه، المباراتين. فمعنى كده ان انت الحمد لله عندك سكواد جيد، وده اللي لعب عليه كابتن طارق خيري. يتبقى ان شاء الله التوفيق ثم التوفيق ثم التوفيق. بتعمل عليك، بتشتغل، تعمل روح كويسه، ويتبقى التوفيق، كل التوفيق طبعا للفريق في مباراته القادمه امام سبورتنج حتى نؤكد صدارتنا للدوري او دوري السوبر سيدات. طيب الكره الطائره بيستعد الرجال او رجال الكره الطائره جاهزين لمواجهه سبورتنج. عندنا ماتش ايضا قوي في المجموعه مع سبورتنج، ده بالنسبه للرجال. كابتن محمد مصالح حميدو والرجال بيستعدوا لهذه المباراه. طيب هيبدا مشواره في الدور الترتيبي الممتاز في الكره الطائره بمباراه سبورتنج. الماتش هيكون مع نادي سبورتنج الساعه 6 على صاله رقم 4 باستاد القاهره الدولي. الصاله ضيقه شويه، صاله 4 اضيق كمان من صاله 3 واضيق من 2، وطبعا 1 هي الصاله الكبرى. صاله 4 الطايره ما بيحبوش يلعبوا فيها. انا بقول لكم على تاريخ لما كنا بنقعد مع المنتخبات ونلعب في استاد القاهره، الكره الطايره ما بيحبوش يلعبوا في صاله 4 عشان السور قريب من الملعب او قريب من الخط. طيب ده ليه السبب انه لعبوا في صاله 4؟ ما اعرفش لجنه المسابقات اختارته ليه، ممكن يكون الملاعب الثانيه مشغوله، ما فيش اماكن، مش عارف. ولكن صاله 4 انا الحقيقه وانا بقرا الخبر، صاله 4 الباسكت ما بيحبش يلعب فيها، ما بالك الطايره. مش عشان حاجه، صاله 4 صاله تدريب، صالة تدريب، صالة هي حلوة جدا ما فيهاش مشكلة، ولكن صالة تدريب بيبقى المباريات فيها صعبة شوية. فرقتنا طبعا صعدت للدور ده بعد ما تصدرها المجموعة بعد فوزنا في كل الماتشات اللي فاتت، واللي كان آخرها طبعا على حساب نادي الزمالك في صالتنا أو صالة الأمير عبد الله الفيصل 3-1. وزي ما أكدت لحضراتكم الماتش هيكون مع نادي سبورتنج الساعة 6 بالليل على صالة طبعا استاد القاهرة في الدور الترتيبي، أول مباراة في الدور الترتيبي للنادي الأهلي. طيب الفرقه ماشيه بشكل جيد؟ ايوه ماشيه بشكل جيد، السكواد كويس، ما عندناش اصابات بفضل الله، اكسبت قطب فقط اللي هيعمل ان شاء الله او عمليه الغضروف، وان شاء الله شهر شهر ونص هيكون موجود. اكسبت كده او بدون ده كل فرقتنا الحمد لله كامله. محتاجين ماتشات، محتاجين هارموني طبعا، عزب، لويجي، كل المحترف، الليبرو، كل اللعيبه دخلت في المود الماتشات. بس طبعا انتوا عارفين حضراتكم في الطايره الجد لسه ما جاش. الجد مع احترامنا طبعا لكل الفرق، هو بيكون في الاخر واكيد هيكون يعني اهلي زمالك في دوري العام، وهيبقى بيست اوف 3، يعني هتلعب 3 مباريات اللي يكسب 2 يفوز، وايضا الكاس نفس الكلام. مش عارف السوبر المصري طبعا قرب هيتلعب الاسبوع القادم، يعني عندنا لسه في مباريات مع الكره الطائره، وهتبقى اغلبها المنافسه التقليديه طبعا مع نادي الزمالك. طبعا سيدات الطائره بعد ما فازوا او فزنا بلقب السوبر الاول في مصر في الكره الطائره خدوا اجازه يومين ورجعوا تاني السيدات بقياده طبعا كابتن حمدي الصافي، رجعوا مره اخرى للتدريبات استعدادا لاستئناف النشاط مره اخرى. طبعا كابتن حمدي الصافي الدوام راحه 72 ساعه، 72 ساعه بالنسبه لكابتن حمدي ده يعني احنا بنتكلم في ظهر، والله بجد انا لما كنت استضيف اللاعبات كنت اقول لهم كابتن حمدي يعني بيديك هو 24 ساعه 48 ساعه لو حد عنده يعني حاجه ظروف يعني، انما 72 ساعه دي يعني كابتن حمدي الصافي يعني مبسوط جدا. واخر مباراه ليهم انا بفكر حضراتكم كان مباراه نهائي الكاس السوبر كان مع نادي الصيد، وفزنا 3-0 كانت في صاله المقاولين العرب. وفرقتنا بتستعد طبعا لاستئناف الدوري والكاس بشكل جيد. المحترفه يمكن غايبه شويه، عملت عمليه مش موجوده الفتره اللي جايه، ولكن السكواد يقدر يستوعب الغيابات دي. نفس القصه بالنسبه للسيدات، مع الموسم وانت شغال هتلاقي اصابات، ولكن المهم هو استعدادك. ما انت ممكن يبقى في صدمه، لعيب مهم غاب عنك،
ولكن انت يعني فرقتك تستطيع يعني تحتوي هذه الصدمه بوجود لاعبات وسكواد كبير؟ اه، يبقى هو ده الشغل لكل مدير فنيين، ازاي اعمل حساب غياب لاعب واثنين وثلاثه عني اثناء الموسم. وده كابتن حمدي الصافي اللي عمله طوال فتره الاعداد. هنروح للسكواش. مصطفى عسل حديث الميديا الرياضيه الان في مصر، بيتصدر التصنيف العالمي في الاسكواش، وده طبعا للمره الاولى في تاريخه، وهو صاحب ال21 عام في انجاز كبير بعد ما فاز ببطوله هيوستن، وبعد فوزه على مروان الشرباجي في قبل النهائي، والفوز على محمد الشرباجي في النهائي. الحقيقه كانت يعني من البطولات اللي توفق فيها مصطفى بشكل كبير، وطبعا كان المردود للنتائج دي هو تصدره التصنيف العالمي. مصطفى شارك في البطولات الكبيره، وهي بطوله جي بي مورجان او بطوله الابطال اللي هتبتدي النهارده ان شاء الله لحد يوم 26 يناير، ودي كمان في امريكا، ومجموع جوائزها 180 الف دولار. يعني هو طار من هيوستن راح بطوله جي بي مورجان، وبطوله مهمه، بطوله من البطولات البلاتينيوم في عالم الاسكواش، عشان ياكد صدارته وياكد تفوقه في كمركز اول. لان خلي بالكم موسم الاسكواش بيخلص، يعني احنا ممكن على شهر 4 و5 يكون انتهى الموسم، فمهم جدا يفنش بصدارة التصنيف. طبعا في يعني مطبات ومصطفى بيتعرض ليها وقصص كده، احنا لا محتاجين في مره هنتكلم عن الكلام ده، لانه الحقيقه احنا لما نلاقي حد عندنا زي كده لازم نقف جنبه كلنا، لازم نساعده، ما تبقاش ان احنا يعني مستكترين على مصطفى ان هو بقى في صدارة التصنيف. حماسي مصطفى او حماسي مصطفى، مصطفى بيلعب بحماس في الملعب، ده ما يزعلش حد. ولازم يكون في احترافيه، ولازم يكون في يعني تقدير واحترام للكل للجميع وللجميع. فمصطفى احنا بنناشد الاتحاد الاسكواش وايضا يعني الميديا والوسط الاسكواش انه لازم نقف جنب مصطفى. مصطفى دلوقتي احنا عندنا جاب كبيره ما بين اللعيبه اللي بتخلص دلوقتي واولنا بعد كده مصطفى، لازم نحافظ عليه. يا اما خلاص احنا ممكن نخسر يعني وضعنا في الاسكواش 3 4 5 سنين عشان يطلع حد تاني بعد منه. فيا ريت ما يبقاش في تيار معاكس ضد مصطفى، يا ريت كلنا ننسى كل الامور دي وكل الخلافات، ويلاقي دعم من اتحاد لعبته، عشان ما نجيش نبص نلاقي مصطفى احنا كده عمالين نزقه نقول له لا احنا بنحاربك مش عايزين يبقى في حاجه. احنا بنقول دلوقتي ناقوس خطر، يا جماعه اقفوا جنب مصطفى، يا جماعه ده راجل متصدر التصنيف العالمي ولاعيب يتمنى اي نادي او اي اتحاد في العالم انه يلعب باسمه، مش عايزين يبقى في تيار مضاد مصطفى. احنا بنحذر اهو وبنقول يا جماعه خلي بالكم، يا جماعه يا اتحاد سكواش اقعدوا معاه شوفوا مشاكله، وزاره الشباب اقعدوا معاه شوفوا مشاكله، عشان مش عايزين يحصل حاجه لا يحمد عقبال. ان احنا مصطفى 21 سنه، اللي بينافسوا معاه 28 29 سنه، ففي عندنا 7 سنين هنخسرهم خلاص، يعني 7 8 سنين جايين دول مش عايزين حد في السكواش خالص ولا ايه؟ فاحنا طبعا بنقول هنا، وده دورنا احنا كبرنامج نساند هذا اللاعب، يا جماعه احنا بندق ناقوس الخطر. وهفكركم بكلامي ده، افتكروا كلامي النهارده حلقه الاربعاء 18/12، خليكم فاكرين كلامي، مش عايزين مصطفى يعني يبقى التيار المعاكس بيعطله عن انجازاته لبلده قبل نفسه. احنا بنقول اهو، وبنقول يا جماعه يا اتحاد يا وزاره اقعدوا مع مصطفى، اقعدوا مع مدربينه، شوف المشاكل ايه. انا مش هتكلم طبعا في المشاكل دي كلها، ولكن انا بقول ان في مشاكل الناس عارفاها وفي الوسط عارفها، اقعدوا مع مصطفى وشوفوا الموضوع. مصطفى لعيب كبير ولعيب كويس ولعيب ليه انتماء كبير جدا، سواء للنادي الاهلي او لنفسه او لمصر، فعايزين طبعا كل ده نحتضنه ونشوف الدنيا ايه ونقف جنب هذا اللاعب. مصر الى جوار السعوديه وكوريا واليونان بمونديال شباب اليد. مونديال شباب اليد طبعا الجميل هنا في الدكتور حسن مصطفى رئيس الدولي لكره اليد، عمل تواجد قوي جدا للعرب لكرة اليد العربية في المحافل ده. النهارده شايفين البحرين بتلعب في الدور الرئيسي في كأس العالم. طب في دوري الشباب او كأس العالم الشباب، مصر لجوار السعودية وكوبا واليونان بمونديال الشباب. طبعا السعودية وجودها في بطولة زي دي اكيد يعني تبسطنا جدا. البطولة هتتلعب في الفترة من 19 يونيو لحد 3 يوليو اللي جاي، وهتكون بتنظيم مشترك بين اليونان والمانيا. زي ما قلنا لحضراتكم ما عادش في كأس عالم هيبقى او بطولة عالم لدولة واحدة، كان اخرها مصر. المنتخب ده بيدربه كابتن صابر حسين نجم الاهلي السابق، وفي كتير من نجوم الاهلي وهم نجوم المستقبل زي ما حضراتكم عارفين. المنتخب بتاعنا كان اتأهل البطولة دي بعد فوز بطولة افريقيا اللي فاتت، واللي كانت في رواندا بعد فوزنا على الجزائر 35-15. الفريق ده في حتة تانية. انا بقول لكم خليكم فاكرين الكلام ده، الفريق ده لما استضفنا ابطاله كاسبين فاينل افريقيا فرق 20 هدف. الفرقه دي تخوف. يعني اتمنى التوفيق
ومقفول عليها. كابتن صبري حسين راح للفريق ده او مسك الجيل ده من سنتين، هو كان مدير فني الشباب في النادي الاهلي، سابهم ولبى النداء ومسك هذا الجيل بقاله سنتين، سنه اولى استعداد لافريقيا، والسنه الثانيه اهو بنستعد بعد افريقيا لايه؟ لبطوله العالم. خليكم فاكرين الفرقه دي، يعني انا من وجهه نظري مرشح لميداليه ذهب. يعني انا بقول لكم مش كلامي، اللي قريته في الميديا ان الفرقه دي مرشحه لكاس عالم، لان الفرقه دي بسم الله ما شاء الله منهم 3 4 مع المنتخب الكبير دلوقتي في بيلعبوا في السويد وبولندا. فاذا النهارده بنتكلم على جيل اللي موجودين جامدين، ومستقبل كره اليد احنا بنتكلم في 10 سنين قدام وانت مغمض كده، احنا في احسن 8 فرق في المنتخب الكبير في اي بطوله هتتعمل في العالم، لم يكن هنفضل هنكون في احسن 4. فاتمنى التوفيق لهذا الفريق، واتمنى التوفيق كمان لكابتن صابر حسين، الراجل المخلص المحترم كابتن صابر حسين، من ايام ما كان لاعب كان ما تسمعلوش حس، كان بتاع شغله وبس. فاتمنى لهم التوفيق، ونتمنى التوفيق لاتحاد كره اليد اللي بيبهرنا الصراحه بالاعداد وبيبهرنا بالشغل. وانا بشكركم على الصوره اللي ورايا دي الحقيقه، لان احلى حاجه ان انت يعني تتابع وتسمع اخبار كره اليد، خلونا يعني نحب اخبارهم ونسمعهم. ولاعيبه بقى نجوم، لعيب كره اليد بقى زيهم زي لعيب كره القدم دلوقتي، بل بالعكس ده في لعيبه الستارز في كره اليد معروفين بشكل كبير. اشكركم على الصوره دي الحقيقه، ان الواحد يطلع في خلفيته فريق كبير زي ده الحقيقه حاجه تشرفني انا شخصيا. هنروح للرمايه، والرمايه بتعمل عظمه، يعني عندنا لعيبه تاهلوا لبطوله عالم او تجهزوا خلاص لعبوا خدوا بطوله عالم ذهب وراحوا على تاهلوا لباريس 2024. وهذا اللاعب هو عزمي محلبه، عزمي محلبه يتوج بفضيه كاس العالم للرمايه بالمغرب ده طبعا بعد ما خد الذهبيه بتاعت بطوله العالم السابقه واللي اتاهل بيها لباريس 2024. عزمي محلبه لاعب منتخب المصري للرمايه، ودي صورته، شاب صغير لسه. توج بالميداليه الفضيه في منافسات فردي الاسكيت في كاس العالم للرمايه واللي اتلعبت في العاصمه المغربيه الرباط في الفتره من 11 ل 24 يناير اللي احنا فيه. عزمي جه في المركز الثاني بفريق طبق وحيد عن بطل اليونان واللي فاز بالذهب. عزمي كان حقق 37 طبق من اصل 40 طبق طبعا تم اطلاقهم، اما اليوناني فكان اصاب 38 طبق، فرق طبق واحد من اصل 40، في حين فاز بطل ايطاليا بالمركز الثالث بعد ما حقق 27 طبق. شايفين الفرق قد ايه؟ احنا بنتكلم 38 37، الثالث 27 طبق. فمحلبه في حته ثانيه، ربنا يكرمك يا ابني وربنا يوفقك تجيب ميداليه في الاولمبياد. خلاص بطوله عالم انت جبت لنا ذهب وجبت لنا فضه، ربنا يكرمك وتعمل اعجاز وانجاز في باريس 2024. عزمي كان اتاهل للنهائي بعد فوزه بالمركز الاول في التصفيات بعد ما اصاب 124 طبق من 125. انا بجد مش مصدق اللي بسمعه. انا كنت بتفرج على الحاجات دي زمان في التلفزيون وانا صغير واقول اللعيبه دي ما عندناش زيها ليه؟ عارفين اللعبه الطبق اللي بيتضرب طبق احمر كده بيتضرب في الجو وانت بتروح بالبندقيه الخرطوش بتاعتك بتروح ضارب عليه موقعه. طبعا كنت بتفرج على ده زمان، كان ممكن يتضرب قدامه 5 6 اطباق ورا بعض يجيبهم. النهارده احنا بنتكلم عزمي محلبه 125 طبق اتضربوا وقع 124، فتاهل للدور النهائي اتضرب 40 طبق وقع 37، خد فضه، الذهب وقع 38. احنا بنتكلم النهارده في اعجاز بصراحه. وزي ما قلت لحضراتكم في بدايه الخبر، عزمي هو اول مصري يضمن، اول مصري في كل الالعاب ضمن التاهل لاولمبياد باريس 2024. وطبعا كان بقى فاز ببطوله العالم بذهبيه بطوله العالم اللي كانت في كرواتيا، اللي بياخد ذهب بيروح على طول على اولمبياد، زي بطل يونان كسب في دي ذهب هيروح على طول على اولمبياد باريس 2024. يا جماعه انا بتكلم بامانه في حاجه يعني جميله جدا، لانه خلي بالكم الطبق لما بيتضرب بيبقى فيه اتجاه ريح وهواء وبيتغير كل شويه، عايز تركيز عالي جدا، عايزه يعني تركيز يعني مايكرو سكند ان انت بتضرب الطلقه امتى في وقت تصيب الهدف. لا الرمايه من الالعاب الحقيقه اللي عامله انجازات كبيره، ومن الاتحادات اللي احنا بنحييها الحقيقه على انجازاتها وعلى شغلها وعلى اعدادها للاعبينها بصراحه. نتمنى كل الاتحادات يعني تغير من بعض وفي الاخر هتكون مصر هي المستفيد. طيب خلينا نروح للخبر اللي بعد كده، ومصر تحصد 19 ميداليه في البطوله العربيه للسلاح بالبحري. برضو السلاح من الالعاب اللي مش محتاج اتكلم عنها، يعني السلاح احنا كل يعني حلقه عندنا خبر من كتر الاعداد ومن كتر الانجاز والاعجاز اللي بيعملوه. مصر تحصد 19 ميداليه في البطوله العربيه للسلاح بالبحرين، منتخبنا الوطني حقق 19 ميداليه في البطوله العربيه للسلاح واللي بتتلعب في البحرين في الفتره من 16 ل 19 يناير اللي هتخلص بكره باذن الله. حققنا 9 ميداليات ذهب و6 فضه و4 برونز، وده بشكل اجمالي. ولو رحنا المنافسات الفردي فكنا هنلاقي ان لاعبتنا سيطرت على الذهب والفضه في منافسات السلاح سواء
المبارزه او الشيش او سيف السلاح على صعيد الرجال او السيدات. الله اكبر. يعني بيدرب منتخبنا الوطني للسلاح سيف المبارزه الدكتور السيد سامي والد محمد السيد اللي هو نجم طبعا السلاح. اما منتخب سلاح السيف فبيدربه كابتن شريف البكري، اما سلاح الشيش فبيدربه كابتن مصطفى نهاد. السلاح برضه من الالعاب اللي عملت نتيجه في باريس، سوري انا اسف، في طوكيو 2020، واللي منتظر منها نتائج جيده في طوكيو 2024، وبرضه يتبقى التوفيق. في اولمبياد 2020 خدنا خامس فرق، يعني كان بيننا وبين ميداليا مركز. انما الوضع دلوقتي احسن، الاعداد افضل، الوضع احسن. يتبقى التوفيق ويتبقى ان احنا ناخد الامور بجديه. هنغمض ونفتح، على فكره انا قلت لكم الكلام ده من بعد ما طوكيو خلصت، هنغمض ونفتح هنلاقي باريس على الابواب. احنا النهارده بنتكلم في 2023 وشهر يناير خلاص هيودع، احنا هنخش في النص، في نهايه النص الثاني. فانت تعتبر في فبراير 2023، يعني احنا بنتكلم على نهايه السنه هيكون اتعرف مين الدول ومين الفرق ومين المنتخبات اللي هتتاهل او اللعيبه اللي هتتاهل من كل الالعاب. وهيتبقى لك 6 شهور او 7 شهور اعدادك النهائي. فانا بقول لكم هنغمض ونفتح علينا نفسنا في باريس. وده احنا في اتحادات شغاله زي السلاح والرمايه والتايكوندو ونقول والخماسي، في يعني والجمباز، يعني في اتحادات شغاله وفي اتحادات عامله حساب ان الوقت بيجري، وفي اتحادات يعني انا مش حاسس بوجودهم، مش حاسس بشغلهم. فاحنا ما عندناش وقت، يا رب نبتدي نركز، يا رب نبتدي نشتغل. عايزين ميداليات كتيره ان شاء الله في باريس 2024، لان مصر تستحق، مصر تستحق ده، واحنا لينا تاريخ كبير في الحركه الاولمبيه. نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، بعد الفاصل استقبل ضيفي العزيز الكابتن الكبير محمد الالفي، هنتكلم معاه عن كل حاجه تخص كاس العالم او بطوله العالم لكرة اليد. هنتكلم عن تأهلنا، عن منتخبنا، حظوظنا، الفرق التانية كمان. كابتن محمد عنده الكثير نعرفه، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا في البداية برحب بالكابتن الكبير الحقيقة منورنا في الاستوديو واللي احنا يعني بنتعلم منه حتى الآن، الكابتن الكبير كابتن محمد الألفي. أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك يا فندم، ربنا يخليك. يعني ده شويه من عندكم يعني، يا ربنا يخليك حضرتك بجد، يعني بنتعلم من حضرتك وبننتظر يعني تحليلاتك ورؤيتك. حضرتك من انجح الشخصيات في كره اليد، سواء مدرب ولاعب واداري، كل شيء. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. نورنا يا كابتن، ربنا يخليك. نروح على البطوله بقى يا كابتن. حقيقه على البطوله زي ما انت عايز. قول اللي انت عايزه. نبتدي بقى من البدايه كده، ناخد يعني مجموعتنا، مجموعات الاخرى، ايه اللي لفت نظر حضرتك؟ ايه الفرق ما بين البطوله دي والبطوله اللي كانت عندنا من الناحيه الفنيه؟ يعني عايزك بقى تستثمر كده في الدور اللي فات وبدايه البطوله. في فرق غيرت من جلدها، وفي فرق ماشيه كويس، وفي فرق برضه الاعمار السنيه بتاعتها كويسه. المجموعه بتاعتنا يعني انت لو بدانا من اسبانيا كلها تقريبا الفرقه بتاعتها صغيرين، اتغيروا، مفيش غير 2 3 بس اللي كبار او لعبوا في البحر الابيض المتوسط كده. لما تيجي السويد نفس الحكايه، واخده بطوله اوروبا، فهي كانت غيرت من جلدها بقى لها 3 4 سنين، ف المفروض انها يعني جايه قاضبه زي ما بيقولوا. الدنمارك هي اللي فيها شويه صغيرين وشويه كبار. طبعا املنا انه احنا نقدر نكسب الدنمارك، ان احنا لو كسبنا الدنمارك هنبعد عن سكه السويد، لان السويد هي المفروض هتبقى متصدره المجموعه بتاعتها. هيبقى في عندهم البرتغال والمجر وايسلند، هتلاعب واحده يعني ان شاء الله نلاعب فرقه منهم توصل بقى دور الاربعه ان شاء الله. انت بالنسبه لمصر طبعا لعبت في المجموعه فيها كرواتيا، دي بطل عالم، بس برضو الاعمار بتاعه اللعيبه بتاعتهم كبرت. طب ايه التفوق اللي حصل في ماتش كرواتيا ده كابتن، تحليله لايه؟ هم ما كانوش متوقعين الحقيقه. انت خلي بالك، انت عندك يحيى خالد لما تعور برضو، انت عندك ظرفة وقعش فيه طبعا، لكن عندك محسن رمضان ومهاب قدروا يملوا المكان بتاع يحيى خالد. فهم حتى هم كانوا مركزين على يحيى الدرع وعلي زين والحته اللي هي الشمال، الباك ليفت والسنتر هاف والوينج ليفت. وبعدين عندك انت دودو تقدم بيلعب سنين في فرنسا، فبدا مستواه يبقى عالي، فبدات الحته دي بتحط جوان. فهم كانوا مركزين. لو انت تاخد بالك في الماتش بتاع كرواتيا، مرتين ثلاثه محسن ومهاب داخلين لوحديهم هم والجون فعلا. دودو بيديهم كوره، علي زين بيديهم كوره، يحيى بيديهم كوره، بيقطعوا بيبقى هو الجون، بيبقى هو الجون، لان هم تركيز الدفاع كله كان ناحيه. لكن برضو الحمد لله ان هم عملوا كده، احنا عدينا، لان كان في سنه برضو كان باد لك شويه
اول بنالتي في الم... في ال... في ال... في, الب... في البطوله يعني عارف ايه ضيعه انا قلت يا خرابي عليك يا سلام بس الحمد لله مشي بعد كده بقى كويس. يعني شايف انه منتخب يعني كرواتيا ما قراش المنتخب المصري مظبوط بس احنا ذاكرناهم مع ان الراجل مدرب بتاع النادي الاهلي اللي هو مدرب حراس المرمى ده كان في المنتخب بتاعنا يعني انا كنت قلت حتى لايمن صلاح قلت له ايمن خلي بالك الواد ده ممكن يكون قال لهم الزوايا بتاعتنا والاجوان بتاعتنا بتقف ازاي وحاجات لا كده. ثانيه واحده احنا هنا كرواتيا معاها مدرب حراس مرمى لا كان مدرب حراس المرمى بتاع منتخب مصر ايوه اللي راح النادي الاهلي دلوقتي هو في النادي الاهلي مع ديفيز تمام ده كرواتي فانا كنت خايف يكون ايه بيسرب يعني هو ممكن يكون يعني وده طبيعي بلده فاهم ازاي لا بس طبيعي. الحمد لله هو ما سربش حاجه لا ما سربش حاجه الحمد لله بس حتى لو سرب يا كابتن ما هو انت برضه في الملعب ادائك حتى ما تبقى عارف اللعيب هم اختاروا علي زين لان علي زين عداك بالماتش مع ان محسن وكريم كاتونجا اللي هو كريم الجون كانوا احسن صحيح لكن هو اللي عدى بيك في اول ربع ساعه اربع تجوان بعدين نزل دودو جونين انت فسرت لي كده حاجه مهمه جدا كابتن محسن جاب سبع تجوان من سبع تصويبات حلو ومهاب حط اربع تجوان من ثلاثه يعني نسب برسنتج لو مشيتها كده او كده يبقى ايديا ده ياخدها احنا انت فسرت لي ليه بقى اللجنه خدت هي مش بقتش لجنه كنا زمان بيجي يسالك وانت قاعد كده مين اللي احسن لاعب فانا بحب هيثم واقول هيثم فاهم ازاي؟ دلوقتي لا كله ستاتيكس بتاعت الارقام يعني بيحزموا الاحصائيات وكلها في تايم بيديك احصائيات على الترابيزه بتاعتك يعني 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 ما فيهاش غلطه يعني بس هو تساوى معاهم او كان قريب منهم لا هو كان اقل بس هو عدى بيك اول ربع ساعه اول ربع ساعه في ماتش كرواتيا ده خطر صح. انت كنت خايف تتغلب تبقى ماشي بتعادل انت كنت فارق 3 4 تجوان بعلي زين فعشان كده تم اختيار يا كابتن هو اللي فتح الماتش انت بقى الهاف تايم الثاني كل واحد ماشي على اللي عملته وبعدين دودو هو اللي خلص الهاف تايم الاولاني الحقيقه صحيح يعني حط 3 تجوان 2 في اليمين واحده في الشمال فوق بوم بالحقيقه مقاس 30 يعني فالحمد لله يعني انت عارف ايه عندك بدام في عندك توافق وعندك غيار انت عندك غيار كان السنه اللي فاتت في مصر وفي طوكيو انت ما عندكش غير 7-8 بتلعب بيهم لكن دلوقتي عندك غيار في الهاف بيلعب مثلا سيف درع بعد يحيى الدرع بيلعب دودو بيلعب في الباك ليفت القداح بيلعب في الباك يعني اللعيبه اللي هم مواليد 2098 اللي هم كانوا طالعين مع طارق محروس ثالث العالم واللي طالعين اول عالم مع مجدي ابو المجد بداوا يستووا والاستوى ده خلى ان يحيى واحد زي يحيى الدرع ما يلعبش 60 دقيقه بدا يريح بقى بدا علي زين يريح طبعا لو كان يحيى خالد موجود كان برضه ريح لان محسن ومهند كويسين فالحمد لله انت عندك اجنحه بقى كويسه كان بكار ولا كان اكرم ولا سند فدول حاجه كويسه الدايره بقى طبعا ممدوح هاشم كويس قوي مواليد 88 لكن عندك احمد عادل بتاع النادي الاهلي برضو لعيب كويس زائد انه اشول فهو عامل لهم مشكله بيلعب بطريقه غريبه يعني فاهم ازاي اللي بيدفع لفته غير لفه اللعيبه العاديه بيلف على الشمال فانت عندك الفرقه بقت الحمد لله متكامله بقى في سرعه في الملعب كويس طبعا لو كان يحيى خالد موجود برضو كانت بقت سرعه لان يحيى خالد ويحيى الدرع بيلعبوا في نفس النادي نعم اي نعم يحيى الدرع ما بيلعبش مثلا 60 دقيقه بيلعب مثلا 25 17 لان عنده الراجل بتاع السويد اللي هو احسن باك ليفت في العالم فبيلعب هاف شويه وبيلعب باك شويه فلازم تبدل فهو بيلعب اقل من ما كان بيلعب في مصر لكن احسن مستوى اعلى بيلعب بطوله شامبيون ليج فطبعا ما شاء الله مستواه عد نفس الحكايه سيف بيلعب في في في, في في ليموش في فرنسا حتى الاسم خلاف شويه ليموش بيلعب برضه يعني ما بيلعبش كتير بس ايه مستواه برضه وجوده هناك في حد ذاته خبره خبره في التمرين طبعا النيم بقى دودو لما راح نيم اتعور وخف ورجع ما شاء الله رجع كويس قوي احسن من الاول ما شاء الله يعني هو البدني بتاعه بقى زياده زائد ان هو كان عارف مهاري لعيب مهاري صحيح. فبدا بقى قوه زائد المهاره فبيعمل حاجات غريبه طب حراسة المرمى يا كابتن حراسة المرمى الحمد لله شايفين كل ماتش لازم تلاقي عندنا حارس متألق انت عندك كريم اللي هو كريم كاتونجا يعني عارف لعيب جون راسي محمد علي برضه جون راسي بس هو زيادة في الوزن شوية بس بيلعب في فرنسا في سوريا انا اسف في اسبانيا بس حالته حلوه معلش حالته كويس بس انا طبعا مع حميد عشان ايه مسيبك من هو في النادي الاهلي 2000 ما شاء الله طوله كويس
لعيب كويس واخد احسن لعيب في كاس العالم احسن واحد في الارسنال. ميدو صغير ما شاء الله لسه قدامه. ايوه قدامه آه. وفي اللي هو بتاع النادي الاهلي برضه اللي هو بتاع مواليد 98 برضه جون كويس. والطيار طبعا جون كويس. عبد الرحمن طه هو ما راحش بس يعني عبد الرحمن طه 98 ده كويس قوي جدا. طبعا الطيار كويس قوي بس هو الراجل الخواجه براندو بيمرن فرقه في المانيا صحيح فهو بيشوف لايبزيج بيلعب ولا ما بيلعبش فباين ان الطيار ما بيلعبش كتير فعشان كده هو استبعده. لكن ال 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 محمد علي بيلعب في البلد بتاع في النادي بتاعه وطبعا حميد بيلعب في النادي الاهلي وكلهم بيلعبوا الحقيقه. فانت عندك حراسه المرمى كويسه الدفاع بقى كويس ال احسن سته بيدافعوا مثلا او الاثنين اللي في النص ابراهيم المصري مع يحيى الدرع او مع علي زين بدا يبقى في تفاهم بقى لهم خمس ست سنين بيلعبوا جنب بعض فبدا في تفاهم بقى فيه زي تركيز في الدفاع. فانت الكره اللي بتوصل للحارس المرمى بتبقى خلصانه اه حنينه شويه حنينه وتبقاش هو يعني ايه طبعا انت ما قابلتش فرقه جامده غير كرواتيا طبعا منتظر ان انت تلاعب الدنمارك مكسب الدنمارك ده مفتاح دور الاربعه يعني. طب خلينا نتكلم يا كابتن احنا تأهلنا من المجموعه دي بعد ما فزنا على كرواتيا وبعد كده فزنا على المغرب وبعد كده فزنا على امريكا والحمد لله فزنا بشكل جيد كده. اللي هنطلع بعد كده هنلاعب مين؟ هتلاعب هتطلع بالنقط بتاعتك. حلو انت مستبعد النقط اللي هي بتاعت المغرب انت طالع بفرنسا بتاع ده بامريكا وب اربع نقاط اربع نقاط الدنمارك الناحيه الدنمارك داخله باربع نقاط زيك بالظبط. حلو جدا كويس. انت عندك بلجيكا. دي بلجيكا كسبت تونس يعني هي خطيره بس هي مش من الفرق الستار مش ليفل ايه لا مش ليفل ايه تمام فاهم زي ما انت تقدر تكسبها ان شاء الله. والفرقه الثانيه البحرين انت البحرين لعبتها من غير اللعيبه اللي محترفين بره انت عندك 8 او 9 لعيبه محترفين بره لعبت من غيرهم تعادلت مره وكسبت مره حلو فاهم ازاي فما عندكش مشكله فانت شايفهم وهم شايفينك. طيب الدنمارك عامله ايه؟ لا يعني انت اكيد الدنمارك طبعا دهست كل الثلاث فرق اللي عندها تونس وبلجيكا والبحرين لكن الراجل اللي هو يانسن اللي هو احسن لعيب في العالم كان بيلعب باريس سان جيرمان راح لعب في الدنمارك ممكن تكون ده تفكير من المدرب بتاع الدنمارك ان هو جمع كل الفرقه بتاعته لعبت في الدوري الدنماركي قدام عينيه بيطورهم بيلعبوا ماتشات نعم. يمكن ويمكن حاجه تانية ان هو مستوى قل شويه فقال لك ارجع باريس سان جيرمان بعته فاهم ازاي رجع تاني وهم بيتفقوا يمكن مع ناس يعني عشان يروحوا مكانه. طب هو عمل ايه يعني بص هو ما لعبش كويس انا مع التفسير التاني بتاع حضرتك اللعيب يرجع بلده لما يتعب لما مستواه ينزل فهو عمل ايه بقى في الماتشات حضرتك تقدر تحكم بيحط البلنتيات بيشوط البلنتيات بيشتغل زي بلاي ميكر للعيبه. تخلي بالك هو عنده الباك رايت مش طويل بس سريع جدا وبيتحرك بدون كوره بحرفنه يعني وهو ما بيجي يلعب هاف في باك ليفت اللي هو بقول لك الباك ليفت كويس يعني برضه بيعمل زي الباك رايت فهم بيتحركوا بسرعه هو بيمشي لهم الكوره بيدخل الونجات وبيدخل الفراوله بس هو كان معروف عنه قوي في التحامات هو في التحامات أيوة. ده هو في التصويب بيصوب من 11 يارد دلوقتي هو الموضوع ده اخباره ايه هو ما بيشوط 3 4 كور في الماتش بيحطهم اجوان يعني ازاي مش زي زمان زمان بقى 6 7 كور بلنتيات على طول كده يعني وبيبقى دايما احسن لعيب هو جايب 18 جون في 3 مباريات بس كام بقى 18 جون من كام كوره هتلاقي العدد قليل برضه اللي شايطه فاهم ازاي هو لو الاستاتيكس كانت عندنا بس انا ما جبتهاش الحقيقه لكن الماتش في الملعب الماتش بتاع الدنمارك شايط 23 يا كابتن شايط 23 جاب 18 زي ما حضرتك قلت طيب 70% 70% لكن لو هو شايط مثلا 40 وحاطط 35 ده هو ده بقى بتاع زمان صحيح فانت عندك فرصه ان انت تكسب الدنمارك كويس لو كسبت الدنمارك هتروح لفرقه سكند كلاس مش فيرست كلاس اللي هي كالمجر مع ان انت برضه اللعب اللي هو بتاع الدول الكتله الشرقيه القديمه دي تلاقيهم ما شاء الله جثث كتل فاهم ازاي بس بولندا خرجت بس يعني افهم من كلام حضرتك كابتن ان مباراتنا مع الدنمارك هي المفتاح بتاع السيمي فاينال بتاع السيمي فاينال يعني طب لا قدر الله خسرنا تطلع التاني تلاعب السويد في السويد ممكن تكسب يعني ما عنديش فيه مشكله المهمه صعبه والفرقه السويد جامده وطالعه بطل اوروبا فعندها نشوه فاهم ازاي لكن انت ممكن تكسبها يعني انت ممكن تكسبها وتعمل معاها ماتش كويس عملنا معاها ماتش هنا في بطوله العالم كويس صحيح جدا صحيح فانت ال ال
اللي عارف انت اللي هي يقول لك 50 50 هي 50% 50%. بس انت لو كسبت الدنمارك، بص يا كابتن حضرتك كلامك كده، لازم يا تكسب الدنمارك يا تكسب السويد عشان تطلع. ما هو انت لازم عشان تخش الاربعه دول الاربعه لازم تكسب فرقه لازم جامده. تكسب فرقه جامده كويس. ده انت لسه بقى ان شاء الله لما توصل دول الاربعه عندك فرنسا، عندك اسبانيا، فاهم، عندك المانيا، في فرقه برضو جامده الناحيه الثانيه هيقع منهم اثنين ثلاثه، فاهم ازاي؟ هتجي لك اثنين. فرنسا الاساتذه بقى دول اساتذه. بعد ذلك طلعنا فرق جون في بطوله فرنسا بس هم لا يعني ما كانوا لسه معلش يا كابتن، فرنسا هي فرنسا في ملعبهم بيلعب. بص بقى هيثم راجل كرباتيتش ده وريمري والباك رايت اللي هو بيلعب في برشلونه اسمه ميد، دول طول الماتش عارف انت بيسندسوا باصي مش عارف ايه. انا شفت لهم ماتش بولندا قلت ده هيتغلبوا في الدقيقه 24 ماشيين جون جون تيك تايم اوت ترن ثلاث اربع جوان يا ولاد اللذين. اساتذه اساتذه هو اساتذه فرنسا كرباتيتش ده 37 سنه ولا 38 سنه. لا فرنسا تحب تتفرج عليهم. وبعدين فرنسا مهتمين بالهاندبول قوي يعني تلاقي مثلا ايه السنه اللي قبل اللي فاتت بطوله العالم صغيرين و 20 واحد من الجهاز قاعدين وسيدات و 11 كل فرقه عندها 11 واحد وفي زيهم قاعدين ورا قاعدين بره بقى. وبعدين هم بيعملوا زينا كده في طوال القامه بس طبعا عندهم مفيش مشاكل طوال القامه بيجيبوهم من المحافظات او هم بيقولوا عليها الستيتس اللي هي وبيعملوا لهم في مدرسه زي المدرسه الرياضيه اللي عندنا يجمعوهم كلهم ويروح مثلا جمعه وسبت يلعب مع النادي بتاعه ويرجع بيتمرن ثلاث ايام ثلاث مرات في اليوم عشت كرة يد. فهو من وهو صغير بيبدا بقى ايه يتظبط ان هو يبقى لعيب دولي. فهم عندهم اجيال طالعه على طول لكن برضه فرنسا مش فيرست كلاس هم اساتذه. طب ازاي ما خدتش بطوله اوروبا؟ ليه السويد خدتها؟ كان كرباتيتش كان متعور كمان وبعدين هم اتنين كرباتيتش واحد سنتر فيرود والتاني اللي بيلعب ورا. خلي بالك فرنسا ما فيهاش ولا واحد تقريبا من فرنسا مولود في فرنسا. لا ما هو حتى في كره القدم كده حتى في كره القدم كده ايوه برافو عليك. الراجل جاك شيراك كنا في بطوله العالم سنه 2001 قال للدكتور حسن مصطفى ايه؟ قال له انا مش شايف ولا واحد فرنساوي فيهم. ما فهمش حد يعني الريملي دوت برضو اصول جزائريه او مغربيه حاجه كده بس بياخدوا يعني اعداد وكل حاجه هم مولودين هناك يعني هم كرباتيتش دوت يوغوسلافيا يوغوسلافيا دي ام الهاندبول عشان تبقى فاهم دي مطلعها كرواتيا وصربيا وسلوفينيا والجبل الاسود الجبل الاسود الاسود انا اسف الجبل الاسود ومونتينيجرو اللي هي الشماليه والجنوبيه كلهم كانوا اتحاد السوفيتي ست فرق كان يوغوسلافيا الاتحاد اليوغوسلافي زمان كان يوغوسلافيا بس طالع منها ست فرق موجودين يعني منهم خلوا كان ده منتخب وحده بقى كانوا بيكسبوا كانوا سنه 82 كسبوا بطوله العالم. فبقول لك هي البطوله دي ليك ان انت ليك فرصه فيها. طب يا كابتن ايه تفسير انه دايما اوروبا يعني كره اليد هي لعبه اوروبيه ليه ما بنشوفش في امريكا الجنوبيه فرق بتضرب جامد ليه مش... ما هو بص احكي لك حاجه بس دكتور حسن مصطفى لما بقى رئيس الاتحاد كان في 102 دوله منهم 54 اوروبا فاهم ازاي؟ امريكا اللاتينيه ما كانش في منها غير البرازيل وبتطلع الاخير بعمل هو البرازيل وعمل الارجنتين وعمل الاورجواي كان كان كاس العالم 16 فرقه عملها 24 بقى نعملها 32 كويس اللي سيبك بقى من بطوله العالم انت عندك في افريقيا مثلا او في اسيا او في امريكا اللاتينيه بتطلع عندك بطوله بطوله افريقيا او بطوله امريكا او بطوله اسيا يطلع اول تاني تالت رابع خامس دلوقتي بيخش بطوله العالم نعم السادس صحيح. والسابع والثامن لغايه ال 12 بيلعبوا حاجه تروفي التروفي ده يطلع منها بطل يلعبوا بعض يقول لك بطل القارات في التروفي فعمل زي اولى وثانيه وثالثه عشان عمل زي عارف انت اللي هو عمل رش في وسط البطولات في العالم وفي وسط بطولات اللي هي القارات كويس فصل امريكا الشماليه عن امريكا الجنوبيه ليه هناك ده بدات تطلع دلوقتي اليونايتد ستيتس امريكا كندا المكسيك داخل عنهم فصل. امريكا فصل دول عن البرازيل والاورجواي عشان يطلع عدد اكبر ويطلع عدد اكبر يبقى فيه استاذنك يا كابتن نطلع فاصل لسه عندنا كتير في غاب حضرتك اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ده نكمل كلامنا الشيق مع كابتن محمد الالفي ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع يمكن المنتخب اللي موجود ده نقول نصهم او ثلاث ارباعهم ولادك اتكلم على سيف الدرع ويحيى الدرع لا ده غير بتوع اليوبلس في منتخب 88 انا كنت ممرنه
اللي هو بكار وكاتونجا ومحمد ممدوح هاشم كويس كان معاهم سند. انت عندك سته من هليوبلس اللي هم اللي مشوا يعني بيلعبوا في اوروبا كلهم دلوقتي ما عدا اكرم بيلعب في الزمالك. وفي الباقي بقى اللي هو بقول لك محمد ممدوح هاشم كاتونجا سند كريم سند بكار كل دول كانوا مواليد 88 معاه. احنا بنتكلم كده في حوالي 12 لعيب 12 لاعب كانوا ولادك ومرنتهم سنين. ايوه بس كان زمان صحتي بس كويس. بس اقول لك حاجه يا كابتن أيوة. انت حضرتك برضو فيك ميزه بامانه كويسه جدا. انا فاكر لما يحيى وسيف طلعوا في هليوبلس هنقول يحيى مثلا الاول عمرك ما وقفت في طريق مصلحته يعني لما لقيته الولد ده انا عايز يمشي يمشي ما عنديش مشكله يعني انا عايز اقف عند دي والله يا كابتن لان احنا يعني حضرتك عملت لكره اليد المصريه خدمه كبيره جدا. في مدربين عشان يعمل انجاز لشخصه هو يربط اللعيبه جنبه. ايوه في مدربين قالوا لي كده قالوا لي كان زمانك واخد بطوله مصر والدوري والكاس وكل حاجه. حضرتك بصيت لمصلحه مصر. قلت له هو مصلحته طبعا اهم. لا مصلحه اللاعب. لا انا احكي لك حاجه انا عندي 8 لعيبه مواليد 2002 و2004 بيلعبوا في اوروبا بيدرسوا وبيلعبوا زي دودو. دودو رايح كان جامعه مونبلييه وراح لعب في نيم مع سند. بين نيم ومونبلييه 40 كيلو او 45 كيلو بيروح بقى الجامعه. عندك مثلا عندي ولد ما 2004 بيلعب في نادي في برشلونه مش في برشلونه نادي في نادي برشلونة. برشلونه اسمه مالك. عندي ولد في طولوز اسمه صادق كتبوا عنه في فرنسا ان هو دخل 13 كوره حط 12 جون ما شاء الله كويس. عندك سليم بيلعب في المانيا. عندي ثلاثة بقى بينشئوا الهاندبول في انجلترا الله. يعني هم بيلعبوا مين اساسا بقى؟ مين يا كابتن؟ ولد اسمه حسين زكي وولد اسمه اسماعيل شريف ده كان بابا كان بيلعب هاندبول برضه وواحد اسمه ياسين لسه اشول لسه رايح. دول طلعوا منين بقى؟ من هليوبلس ولا طلعوا من هليوبلس دول بيروحوا يدرسوا يقعدوا 3 سنين او 4 سنين يدرسوا ويرجعوا لي تاني كويس. مثلا يحيى الدرع كان جاي له الدنمارك راح الدنمارك بس هو اتعور يعني الاحتراف الاولاني رجع بقى تاني عندي وبعدين راح الزمالك. بس في النص كان الاهلي بيطلبوا كنت حابب اطلعه يعني كذا مره بطوله افريقيا او بطوله العرب كان يطلبوا روح ما كنتش تبقى لان انه اتعور وجالك مثلا مصاب او حاجه. ما هو لو نزل من الشارع عربيه خبطته وارض لك الله ينور عليك عمل حادثه بالعربيه برضه نفس الحكايه. فانت بتبعته مثلا سند راح مرتين ثلاثه مع فرقه الزمالك لدرجه ان هم فاكرينه طالع من الزمالك ده هو من هليوبلس وما مشي راح المجر اول مره وراح المجر بعدين راح اسبانيا بعدين راح فرنسا. ما راح المجر رايح من عندنا من هليوبلس ومع ذلك كان يجي له عرض تقول له اطلع ماضي عقد معاه ماضي عقد ولا تفرق معايا بس هو ده يا كابتن ما انا بقول لي انا بقى ربك بيسترها ما هو ده ده معلش يا كابتن ده يعني سر حب الناس ليك وسر ان حضرتك دايما في اي مكان تنجحه. يعني حضرتك كنت مدير بطوله افريقيا هنا وفي بطوله العالم اللي فات اتعذبت يا هيثم اتعذبت. طب ليه يا كابتن يا خرب اوان كانت في العيد وما كانتش موجوده وما فيش حد سبونسر ورموك ويعني اصحابك وسافروا فازاي والله العظيم ما عارفين ان حضرتك لها قعدت شهر في الصاله بتاع الدكتور حسن في الاوتيل هناك كانوا عايزين ننزل في حياه ريجنسي قلت لهم لا انا هنزل في الاوتيل بتاع الصاله لغايه لما خلصنا صالتين. طبعا الصاله بتاعت الدكتور حسن معموله كانت وكلت الصاله الثانيه اللي هي بتاعت وزاره الشباب والرياضه اللي هي جنب حي الاشجار لا لسه كانت على الارض وجبنا لها بوصات وعملنا لنا التكييف وعملنا الوصلات بتاعه الكهرباء والاضاءه وكان كله كان بيزق. كل ده اتغير معرفت عمري ما سمعت على حاجه اسمها لاسك لا لاكس لاكس ده وحده الاضاءه عمري ما سمعت اليو اكس مش عارف عملوها ايه وصلت لايه الراجل يجيبوا جهاز كده ويقيسوا كام لاكس وبعدين الوصله اللي هي بتاعه الكهرباء اتركبت الساعه 8:30 الصبح يوم الافتتاح في اللي هي في بقول لك بعدين الراجل رئيس مجلس اداره الاتحاد الافريقي اللي اسمه أريمو. صاحبنا أريمو. قال لي ايه؟ قال في انت ايه هتحضر اول ماتش الساعه 10 الصبح والافتتاح بعد الظهر؟ قلت له ما انا جاي عشان انت جاي بس انا سهران لا الحمد لله مشيت كويس يعني. وحضرتك كنت يعني عاشر يعني مش عايز اقول عاشرت المنتخب ده في مرحله من مراحل التاهل بس الحلو انه يعني بامانه باروندو بامانه مدير فني بيبقى له كل بطوله فكر بيفاجئنا بحاجه يعني المره دي فاجئنا انه مكان يحيى خالد حط مهاب مهاب 2002 وظهر بشكل كويس وكان عنده الجرأه انه يحطه الحاجه الثانيه اختيار حراسه المرمى
النهارده احمد الاحمر مش موجود وده اسم كبير جدا. فهو كان دايما البطولات اللي فاتت مع احمد الاحمر بيديله الامان، بيحس بوجوده بتاع مش عارف ايه، النهارده بيلعب من غيره. يعني الراجل ده برضه لا، هو بدا يفهم طبيعه المصري، بدا يفهم عايز ايه من منتخب مصر. بس هو يعني انا عندي اعتراض عليه، بس هم بقى القائمين على النشاط هم اللي يعملوا. طبعا انت كنت في بطوله افريقيا، هو موجود في مصر، اول ما خلصت البطوله سافر. اه مرة المانيا كويس. كان عنده سيسه في النادي الاهلي وينج ليفت، شمسيسه اتخبط فكه وعمل عمليه. ما خدش حد، خد واحد بالقدام اللي هو احمد مؤمن. كنت معانا هنا في الاستوديو مشرفنا وقلت على النقطه دي. دي حاجه. تاني حاجه عندك في جون كان في نادي الطيران وجه اليوبلس اللي هو بوجي ده، مواليد 98، جون كويس قوي ولاعب سيزون كويس بس محدش شافه. مثلا الوينج ليفت بتاع الجزيره والوينج ليفت بتاع اليوبلس، واحد مواليد 2000 وواحد مواليد 98. هاتهم شوفهم. طب دخلوا معسكر المنتخب ولا ما دخلوش؟ ما حدش جابهم بقى. طبعا احنا بنزق ايمن صلاح على اساس ان هو يبقى بيجيب الناس دي يدخلهم ويشوف، فاهم ازاي؟ طبعا مثلا طب يمكن دي الوقت يا كابتن قبل بطوله العالم. ما هو دي الوقت، الراجل ما جاش. انت مش فاهم، الراجل جه يوم 27 ديسمبر على رومانيا مع التوقف العالمي، مع فتره التوقف العالمي، لكن المانيا بتلعب لاخر نفس زي ما بيقولوا، لان الدوري في المانيا وقف يوم 25 25 ديسمبر. لكن هو في واحد هنا موجود اللي هو اسباني برضو، مدرب مساعد المدرب كويس. طبعا انت زقينا حماده النقيب معاه كويس. طبعا حراس مرمى كان ما كانش فيه واحد مدرب حراس مرمى، فدخلت دخل حماده النقيب. الله اعلم بيسمع كلامه ولا ما بيسمعش كلامه او بيسمع منه بس. يعني بس انا كويس ان حضرتك بتشير لي اللعيبه دي دلوقتي. اكيد يعني اكيد يبقى في حد سمعنا. ان اللعيبه دي من حقها تخش تاخد فرصتها، حقها تخش الحقيقه. بس هو ما المساعد بتاعت مستر بروندا ده المساعد. ايوه ده المساعد، لكن كان بيقولوا عليه كويس كمان. بيقولوا عليه كويس كويس. لكن انت التواجد بتاعه يخليه يبص يشوف الماتشات. يعمل تعرف ان الباسكت اتحاد السله يعني او منتخب مصر في الباسكت عمل نفس الكلام اللي الاتحاد الجديد عمله. المدير الفني الباسكت سمحوا له يروح يمسك فرقه في اليابان. وبيجي، بس هو بيجي بدري شويه عن بروندو. يعني هو بروندو بيجي قبل البطوله مثلا باسبوع 10 ايام، لا ده بيجي قبلها باسبوعين ثلاثه يعمل معسكر ويخش تصفيات. ايوه يعمل معسكر ويتفرج ويشوف الافلام اللي هي بتاعه الماتشات. بس هو بروندو جه متاخر مع بروندو ما لحقش الحقيقه. هل هو مظلوم؟ مظلوم، ممكن يكون مظلوم النادي بتاعه. طب ادارته في المباراه شايفه ازاي يا كابتن؟ لا ادارته كويسه في المغرب. انا شفت في البدايه وبدا بتشكيل وحصل شويه هزه، بس ما قلقش. ده لا، ما بدا يزق واحد في الثاني في الثالث لغايه ما المباراه خدت رتمها الطبيعي. رتمها الطبيعي. انت المغرب تقدر تكسبها من 6-7 تجوان ل 12 جول في اي بطوله. هم 6-7 لعيبه وهم بيلعبوا بيهم، والراجل الحداوي اللي هو المدرب بتاعهم بيلعب بيهم على طول. بس تحسنوا كده. فانت ايوه تحسنوا، بس ما بيوصلوش لاخر الماتش. يعني على الدقيقه 25 تلاقي فيه دروب. بس احنا في منتخب مصر وقعوا في الهاف تايم الثاني. بعدين انت عندك اللعيبه كلها ويلنج عايزه تثبت نفسها، زي دودو، زي محسن، زي مهند. صحيح. زي حميد لعب ماتش كويس قوي. فانت كل الناس دي ماشيه كويس، زائد ان هم مش قادرين يكملوا برضه. يعني فيهم ولد اللي هو الهاف اللي هو معرفش اسمه ايه ده، مواليد مثلا 84 او 86 برضه قديم، فبيلعب برضه كويس، لكن ما بيدافعش ما يقدرش يكمل. ما عندهمش سكواد جامد، ما عندهمش فرقه جامده. بس اللي اقصد اقوله انه بروندو يعني دار المباراه ما حسيتش قلقان على الخط. لا لا خالص مش قلقان، يعني حاسس انه تقل مع المنتخب، بقى فاهم الدنيا، تقل وبقى عنده غيار. ايوه يعني دي. الغيار ده اهم حاجه. لان انت في الهاندبول ما مش زي الكوره بتغير ثلاثه بتغير خمسه، لا انا بغير اي وقت في اي حته. يعني ابراهيم المصري بينزل ويطلع على طول. كويس، حط جول الماتش اللي فات، حط جول. لكن انت بس واخد احسن مدافع حتى. طبعا. لكن انت عندك مثلا كان الاول ما فيش، عندك احمد الاحمر بس، دخل يحيى خالد بقت الناحيه الرايت دي كويسه، دخل اكرم مع سند مش عارف، كل دول خلي بالك دول 94 96 كده يعني. بس يا كابتن انا برضو من ثلاث ماتشات من رؤيتي، يعني حضرتك طبعا استاذنا وشايف، شايف اعتمادنا بنسبه 80% على الخط الخلفي. يعني الليفت والرايت والسنتر هاف، الوينجات اللي اعتمد عليها اكتر في الفاست بريك مش في اللعب المنظم. شايف ده هل رؤيتي صح ولا لا؟ رؤيتك صح. بس هو انت المدربين الاجانب وخاصه الاسباني، يعني كان زوران، انا اشتغلت مع زوران، بيقول لك الوينج يقف في الوينج، هيجي له كام كرة في الماتش؟ ستة. عايز يحط أربع تجوان، يبقى ده أربع تجوان وده أربع تجوان، تمانية،
واثنين ثلاثة فاست بريك، يبقى حط 14 جول في الماتش هتنهب مش هتنهب، فاهم ازاي؟ لكن انت اللي بيلعبوا عندك اللي هم القط الخلفي لما يبقى مصوب جيد او بيعرف يعدي بيعمل فنت ويعدي مهاراته عاليه، فبيدي فرصه لان انت تدخل الوينجات فضيل وتنزل الفراوده. سند بيرت بقى الماتش اللي فات محسن ومهاب بيجروا على نص الملعب صحيح، وطبعا علي زين ويحيى الدرع او دودو في المدافعين عليهم جامدين، فبيبقى عاملين زي كتله، فالحته فاضيه بالنسبه لهم، فكل واحد فيهم حاطط مثلا عدد اجوال. صحيح. سند واكرم حاطين يعني كل واحد 4 هو فكر المدربين الاجانب انا مش عايز منه حاجه، هتجي له الكره فاضيه بس احطها. اه انا كم كوره؟ اربعه سته ماشي، يحط اربع اجوال خمس اجوال وفاست بريك يحط له كورتين ثلاثه. انا مش عايز منك اكتر من كده طبعا، ما هو مش هيبقى بس الاساس وعمود الفرقه هو الخط الخلفي، هم الخط الخلفي عشان يفضوا الجناب، وهو الرازع كله في الخط الخلفي، هو الفنتات والدخول والالتحامات خط خلفي ودايره. خلي بالك بقى هو كمان بيعمل حاجه معرفش اول مره اشوفها معاهم، ان هو بيخلي الباك يباصي للباك اللي داخل بين المدافع نمره واحد والمدافع نمره اثنين، حط منها كذا جول، حطيت كذا جول، المدافعين بيبقوا فرحين لما هتقفل داخل. هتقفل هتديها للوينج بس هقول بس كوره واحده بس يحيى الدرع عملها، بس انا من كتر اللي شفته ما بتنفعش تتقفل لانه بيبقى جايب بسرعته والتاني مديها له ملموم عليه. الله ينور حضرتك. لكن حضرتك ايه هيبقوا في الاستاتيكس، هيبقى ايه معروف ان ده بتتعمل، هيقفل الوينج على الباك هيديها للوينج، عملها يحيى الدرع مره 4 5 متر فاضي. ايوه برافو عليك. عملها البكار، عملها البكار. انا بقول لحضرتك هيديها له 4 5 متر بس دي بصراحه الباكات بيبقوا داخلين يا كابتن زي وحوش زي القطر وحش، ربنا يديهم الصحه. الله اكبر، لو حد قفل فكر انه يقفل ما ممكن تبقى فوق العكس يعني، مع يعني بس هي لو راح بدري تبقى روح مديها للوينج، هي بقى انت وقرايتك انت هي والسرعه بتاعتك في التصرف في الكوره. خلي بالك السرعه برضو عندنا زادت شويه، علي زين بيلعب في برشلونه وبيلعب في دينامو بوخارست، بدات السرعه عنده تبقى عاليه، يحيى الدرع نفس الحكايه، مثلا محسن ومهند بنفس الحكايه، كل الحاجات دي ودوده لو ما مش ماشي بسرعه مش هيلعب في النادي بتاعه. طب شايف يا كابتن عندنا حد في ادائه في بطوله العالم دي ممكن بيلعب في مصر وارد يلعب بره بعد ادائه مثلا، او متوقع له انه ممكن يلعب الاثنين الشول؟ مهند كانوا عايزينه في مهاب سعيد، كان مهاب سعيد كانوا عايزينه في فرنسا. انا كنت معاهم مع المنتخب بتاع 2002 بتاع صابر في يوليا في فرنسا، اسمه كرتاي تقريبا او حاجه زي كده، بس قلت له ما تروحش لانه نادي ضعيف شويه، محتاج لسه لكن لسه هو لازم يبقى يروح. هيلعب بطوله العالم اللي جايه دي؟ طبعا هيلعب في 2002 وهيبان هو الكابتن، هو الكابتن وهو اللي بينظم العمليه في الدفاع والهجوم. صحيح، يعني اللعيبه في 2002 كلها عارف عاملينه زي الكابتن وانت الرئيس المؤمن، ليدر فهو الليدر بيعمل كل حاجه. يعني شايف حضرتك انت نصحته قلت له استنى؟ طبعا لازم يستنى، انشف شويه تاخد وقتك تستوي اكتر بدل ما تروح وتتحرق. ما هو دودو لما راح اتعور. طب دودو طلع كام سنه؟ 20. وهو كام سنه دلوقتي دودو؟ دودو مواليد 2000 يعني عنده 22 23 يعني 22 سنه. لكن هو اتعور 6 اشهر او 7 اشهر، عمل عمليه غضروف ورباط صليبي. هو اول ما راح كان في كورونا، 4 5 من فرقه التنيم كانوا متعورين او عيانين، فهو بدا يلعب كل الماتشات فتعور ما كانش جاهز، فلما اتصاب ما هو برضه ما هو يحيى خالد كان جاهز لكن اتزحلق بتاعت ربنا ما فيهاش هزار. خلي بالك يا كابتن اليد لعبه عنيفه جدا بس غريبه عنيفه ممتعه، موضوع يعني معادله صعبه قوي، الاحتكاك جميل. انت بقى اللي بتفرج في اليوبليس على ماتشات الباسكت وماتشات الفولي ما تبقاش مبسوط، ما فيش احتكاك، مش لازم اجيبه ده انا ساعات يا كابتن والله العظيم حتى ربنا بتفرج مثلا مع زمايلي ناجي رشاد بتفرج معاهم على الماتشات والاقي فاول اقول ده هيقوم يعني بص هتقلب خناقه لا 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 اجي بص الاقي ايمين عادي جدا يا جماعه ده لو في الكوره طرد ده الطبيعي بتاع اليد كده. خلي زمان كان كده، كان زمان خناقات على طول، يقول لك هي زي الوتر بولو، زي الوتر زمان الوتر بولو يقول لك ايه ماتش هليوبلس مثلا والاهلي فاضل قد ايه، فاضل كوارتر كده يلا نلم العيال عشان تبقى في خناقه، كان الهاندبول كده. لكن القوانين واللوائح اللي اتعملت في الاتحاد المصري بقى في الاتحاد الدولي ما فيش دلوقتي، الكره اما تشوطها في وش الجون طرد دقيقتين على طول، الاخر نص دقيقه لو انت عارف بقى اخر نص دقيقه واحد يروح مموت واحد وياخد كارت احمر، لا ده يديك بينالتي كمان
فانت يبقى بينالتي لو انت متعادل او خسران جول يحد بالعنف. لكن طبعا الدفاع بتاعها لازم يبقى قوي على اساس توقف سرعه اللعيب اللي جاي عليك. ما هو انت برضو المدافع غلبان، انا اللعيب بيبقى جاي عليا بسرعه معينه مش راجع عليك. فانت لازم تبقى توقفه، لازم ايديك تبقى جامده، كتفك تبقى جامده، ان انت توقف الراجل. في عون المصري ده انا بلاقيه نازل مربط ولافف في وسطه صعب وكرافي في كتافه كاني داخل، عارف انت الوريرز بتوع زمان كانوا بيخشوا المعارك مع حصن ناقص خوذه تبقى الدنيا كده داخل بقى معركه. طب بص يا كابتن، احنا يعني هنستعرض المجموعات اللي بقى خلاص. احنا دلوقتي بقينا 24 فرقه، 32 غادر 8. لا ما غادرش، دول هيلعبوا كاس الرئيس. تمام، بس احنا كوفي تاني، انما هنتكلم عن الجروب، الجروبات اللي طلعت، وناخد كده جروب جروب هراء لحضرتك وتقول لي توقعاتك. قول لي انت عايز انهي جروب. هناخد جروب ايه الاول؟ ماشي، اسبانيا ومونتيجرو سلوفينيا ولا ولا دي هي جروب ايه؟ جروب ايه اهو يا كابتن؟ جروب ايه اهو؟ جروب واحد. اسبانيا ومونتيجرو واسلامك ريبابليك اوف ايران اللي هي ايران وشيلي. اسلامك اوف ايران دي الجروبات اللي اتلعبت. طيب لا ده هي دي اللي هتتلعب. لا دي اللي هتتلعب، دول اربعه يا ناجي. دول اربعه، دول سته، الاربعه اللي على الشاشه دول، دول اللي هيبتدوا بيلعبوا دلوقتي يا كابتن صح؟ دول واحد اتنين تلاته اربعه. طيب احنا هنخش احنا عندنا هنا سلوفينيا هي داخله باربع نقط. ايوه سلوفينيا، انا اسف انا اسف. سبين داخله باربع نقط، فرنسا داخله باربع نقط، مونتينيجرو داخله بنقطتين، ايوه بولند وايران داخلين بزيرو. طبعا اللي داخل بزيرو دوت مشكله، فرصته بعيده جدا. ومونتينيجرو برضو هتلاقي فرصته. بس هقول لحضرتك اللي داخل بزيرو ده لو خد نقطه ممكن تساعده في الترتيب، لعب على الترتيب. تلعب على الترتيب. لا انت الترتيب معرفش هما هيعملوا طبعا. لكن انت عندك اسبانيا وسلوفينيا وفرنسا. مين ممكن يطلع منها؟ فانا طبعا فرنسا. فرنسا رقم واحد، تطلع واحد. طب اسبانيا ولا سلوفينيا؟ اسبانيا. اسبانيا اتنين، سلوفينيا. خلي بالك ممكن اكون غلطان. لا لكن انا بقول لك توقعات رؤية. وتالت حاجه سلوفينيا. سلوفينيا يعني حضرتك بترتبهم كده. هم هيطلع منهم اول اتنين. اول اتنين بس بيلعبوا دور الثمانيه. يلعبوا دور الثمانيه. فحضرتك بترتبهم في المجموعه الاولى اللي فيها سلوفينيا واسبانيا وفرنسا ومونتيجرو وبولندا وايران، يبقى ترتيب حضرتك فرنسا رقم واحد في الفرص، واسبانيا اسبانيا رقم اتنين في الفرصه، سلوفينيا رقم ثلاثه. طب نخش على جروب 2. مين؟ السويد. السويد والبرتغال والبرازيل وايسلندا ومجر وكاف بيرد. خلي بالك دي كاف بيردي زيرو، دي زيرو مرة. ما داخله زيرو بس. اللي هو المجر داخله بنقطه، بنقطتين، بنقطتين انا اسف. نقطتين في الاخر. وعندك ايسلند داخله بنقطتين. البرازيل داخله بثلاثه، البولندا داخله بثلاثه، البرتغال بثلاثه، السويد اللي داخله السويد باربعه. بقول لك يا كابتن اللي هيرد على المجموعه دي هيبقى فرصه حلوه. هم ثلاثه بقى، ثلاث فرق اللي هي البرازيل وايسلاند وهنجري المجر. ايوه مين انت حضرتك فيهم؟ يوم في فرقه بحت او فرقه هتخش بينهم. بس البرتغال معاه. البرتغال انا بتهيالي انها مش هتكمل بالرغم انها ثلاث نقط. ثلاث نقط. لان هي البرتغال انت عارف المجموعه بتاعتها كانت سهله، كانت سهله وفي فرق ضربت بعض فهي عدت. انما هي هتلاعب السويد. هتلاعب السويد. هقول لك هتلاعب مين. هي اتلعبت البرازيل وتعادلت، هتلاعب السويد وبالتالي هتلاعب ايسلندا. ايوه وهتلاعب المجر. لا ثلاث ماتشات جامدين طبعا. ممكن ما تكملش، ممكن ما تعديش. فانت عندك السويد والثلاث فرق اللي هي اللي ممكن تعدي اللي هي البرازيل. خلي بالك البرتغال في بطوله الشباب طالعه ثالث. لسه صغيرين. لسه صغيرين. يعني ممكن كمان سنتين او بطولتين عالم. ايوه يبقى خلي بالك كاب فيردي 16 لعيب بيلعبوا في البرتغال. صحيح. فعشان كده هم طلعوا تاني افريقيا وعدوا في يعني كاب فيردي لعب فاينل افريقيا معانا. بس حضرتك فسرت لي كده ليه هم كويسين؟ ليه هم كويسين؟ ان هم بيلعبوا في البرتغال. 16 لعيب في البرتغال. 16 لعيب في البرتغال. خبر ابيض. بيبقى كاب فيردي الراس الاخضر وبيكون كمان مين في البرتغال كمان؟ انجولا. انجولا. انجولا بنات واولاد. اولاد بيكونوا صح في البرتغال. والمغرب بتلاقي فيه ناس منهم هناك. انما هم الدول. واحمد العطار راح البرتغال، راح بورتو. قعد هناك. في بورتو. بس احمد ترك حته لعيب. جميل جميل احمد. كان يعني مرزبه. يعني حضرتك شايف انه هنا السويد خلاص ضمنت التاهل بنسبه كبيره، دي رقم واحد. وفرقه من الثلاثه البرازيل وايسلندا والمجر ونقول البرتغال. والبرتغال. يعني هنشوف بقى. انت هتلعب لو كسبت الدنمارك. هترد على دي. هتلعب مع واحده من الاربع. من واحده اللي هتتاهل من دول. ايوه يا اما لا قدر الله لو خسرت من الدنمارك هترد على السويد.
لا ان شاء الله نكسب، لان اللي هيرد على المجموعه دي فرصته هتبقى كبيره للاهلي يعدي على طول. طب نخش على جروب 3 او الجروب الثالث اللي فيه النرويج والمانيا وصربيا وهولندا وقطر والارجنتين. خلي بالك المانيا والنرويج داخلين باربع نقط، فدول فرصهم عالية. طبعا صربيا ونيدرلاند، نيدرلاند بتكسب في البنات يعني. الولاد لا. الولاد لا، بس هي داخله، بس هم بعيده يا كابتن، دول نقطتين بس. واخدين نقطتين بعيد. طبعا قطر والارجنتين هارد لكس طالعين بصفار، هم دول ممكن يكون ماتشهم بس اللي هيكسب فيهم هو اللي هيساعد، هو اللي يعدي شويه، هيعدي هيبقى في ترتيب المركز. انت عندك كمان بلجيكا اللي هي داخله معانا دي، اللي انت هتلاعبها دي داخله بدل روسيا، بدل مش الاتحاد السوفيتي، بدل روسيا جمهوريه عشان روسيا الحرب. عشان الحرب يعني الاتحاد الدولي هو اللي مدخلها، دخل اللي هي بلجيكا. بلجيكا طيب هي داخله، ما احنا هنجلها بس دلوقتي احنا حضرتك المجموعه دي، المجموعه الثالثه النرويج والالمان او المانيا والنرويج، شكلهم كده خلاص متاهلين، ان هم داخلين باربع نقاط والثالث بنقطتين. خلي بالك هو يبقى فاضل له ماتش يكسبه يعدي، هو ده بقول لحضرتك ماتش اللي هتبقى بقى اللي هم صربيا وهولندا. هولندا ده هيلاعب صربيا يكسبها، ده هيلاعب هولندا يكسبها متاهل. يبقى كده المجموعه دي تقريبا محسومه من قبل ما تتلعب، هي موجوده كاتبين عليها ان المانيا والنرويج. طيب حلو، نخش على المجموعه الرابعه اللي هي دنمارك ومصر احنا بقى، وكرواتيا والبحرين وبلجيكا وامريكا. وامريكا طبعا احنا مش هنلاعب الفرقه الساده مشاهدي، مش هنلاعب الفرقه اللي احنا لعبناها خلاص، هنلاعب امريكا خلاص. مش هنلاعب امريكا ولا هنلاعب، ولا هتلاعب كرواتيا. فهنلاعب الدنمارك والبحرين وبلجيكا. طيب نشوف كده النقط يا كابتن. على ما انت داخل باربعه والدنمارك داخله باربعه، كويس كده فرصنا ان شاء الله متاهلين. ان شاء الله كرواتيا، ولكن الفكره اول وتاني مين بقى؟ كرواتيا انت اول وتاني، انت والدنمارك هي دي بقى. كويس. انت عندك كرواتيا لازم تكسب التلات ماتشات اللي هي هتلعب الدنمارك وهتلاعب البحرين وهتلاعب بلجيكا. طب فرضا يا كابتن كرواتيا ضربت الدنمارك، فرضا كرواتيا فريق كبير ماشي، لا ما واحنا ضربنا كرواتيا، احنا ضربنا، لا ما احنا ضربناها قبل كده. وجينا خسرنا من الدنمارك، يعني الدنمارك خسرت ماتش من الـ يعني خدت بال حضرتك، اذا ماتشنا مع الدنمارك خسرنا، بس كرواتيا كسبت الدنمارك وانت كسبت كرواتيا، خلاص يبقى الوضع ايه؟ ما هو انت دلوقتي انت لو هي كسبت الدنمارك وانت كسبت الكرواتيا اساسا، فاهم ازاي؟ انت هتكسب البحرين وبلجيكا وهم هيكسبوا برضو الدنمارك، هتكسب امريكا وهتكسب ماشي. بس تخسر من كرواتيا، ما هتخسر، هتبقى تخسر نقطتين، لكن هتبقى معديه لان عندها اربع نقط، هتعدي بس طب افرض احنا خسرنا منها، هي خسرانه ماتش منها، هتبقى خسران ماتش وهي خسرانه ماتش، كويس، هتبقى انت الاثنين زي بعض، الماتشات المباشره اللي ماتش اللي بينك وبينه يبقى هم الاول. او لو ثلاث فرق اتعادلوا في النقط يدوروا على الايه، على السكور افريج بتاعهم ليه وعليه قد ايه. ليه وعليه. فانت هتبص، احنا المفروض ان الدنمارك ومصر يعدوا مين اول ومين تاني، ده يرجع للماتش المباشر. يعني حضرتك المجموعه دي او مجموعه الدنمارك مصر كرواتيا البحرين بلجيكا امريكا، حضرتك بترجح طبعا تاهل الدنمارك ومصر، ولكن اول وتاني نتيجه او هيبقى هيحددوا المباراه المباشره ما بين الفرقتين. طب نطلع لفاصل الكابتن بعد اذن حضرتك اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل توقعاتنا لمباريات كأس العالم القادمة مع الكابتن محمد الألفي، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، ويمكن محتاج أتكلم مع كابتن محمد، يعني نظام البطولة السنة دي غير اللي اتعمد في القاهرة. أيوة. الفرق؟ الفرق إن أنت دلوقتي بقت في عندك مجموعات بتلعبها، أنت الأول كانت بتلعب دور ال 16 وبتلعب دور الثمانية وتوصل للسيمي فاينل اللي هو دور الأربعة. لكن دلوقتي انت عندك مجموعتين، انت ممكن تخش في مجموعه جامده كويس وتطلع التاني فيها، وممكن تخش في مجموعه تطلع التالت وتعوض في الدور اللي بعديه، على اساس ان انت هتبقى كسبان ماتش او ماتشين في المجموعه بتاعتك وداخل بالنقط بتاعتك تحاول تكسب الفرق التانيه تقدر تطلع التاني او الاول. يعني طب شايف ده عادل اكتر من النظام الاولاني؟ عادل. مديك فرصه ان انت تعوض. انت برضو كل نظام في يقول لك لا ده هو كده عدل، لكن انت ده بتهيألي اكتر عدلا من النظام التاني. اكتر لان انت في دور ال 16 فرقه بتبقى جايه عامله اعداد وعامله ما تترك تتغلب تطلع بره. لا انت دي بقى بايه، بيلعب ماتشات تانيه تديله تعويض تاني ان هو ممكن يخش
دور الثمانية. بس انا بتهيألي ده اتلعب في القاهرة، انما يمكن اللي قبل القاهرة ما كانش كده. ممكن. يعني 2019 كان بنظام الدور ال 16. هو بيتغير. بيتغير كل ثلاث اربع مرات بتتغير. طب كابتن، كنا بنتكلم في الفاصل قبل ما نطلع دلوقتي انا وحضرتك، كنت بتتكلم عن ان المباريات تسع مباريات. تسع مباريات. ورا بعض. فالفرقة اللي عندها غيار. طبعا تكسب. طب ما هو، طب ايه اللي خلى حضرتك تقول كده؟ ما ممكن انا عندي دلوقتي الفترات البينيه بين المباريات كبيره. يوم. دلوقتي يوم، انما احنا كنا بنتكلم في يومين في التمهيد. لا يوم برضه. لا يا كابتن، احنا لعبنا لو تصحوا لي المعلومه. تمهيدي ثلاث مرات، ثلاث ايام وكل حاجه. كان كل يومين مباراه. انت من النهارده هيبقى عندك يوم بعد يوم. طيب ما هو برضه ممكن فرقه تقول لك لا انا مش مهم اول غيار، ولكن مهم عندي الجوده. حضرتك بتقول لا، الغيار مهم. مش هيقدر يستحمل. مش هيقدر. طبعا. يعني انت، انا بقول لك برضو ان احنا في مصر هنا في بطوله العالم يحيى الدرعي كان بيلعب 60 دقيقه. صحيح. دلوقتي هو بيريح، لان بيبقى في سيف، بيبقى في دودو، بيبقى في علي زين، هم مثلا في حسن قداح، خمسه بيلعبوا في مكانين، فبيبقى في الراحه، المستوى بينهم وبين بعض قرب، ما بقاش في مشكله. فانت لما بتريح اللعيب عندك مثلا بيدافع في النص ابراهيم المصري ومع علي زين، شويه تدخل علي يحيى الدرع، فيبقى انت بتريح علي زين في الدفاع، يعني وبتريح علي حد اكتر بكتير. طبعا مجهود كتير وزق. فانت بتزود بتقلل الحمل اللي عليهم ان هو يقدر يكمل التسع ماتشات. بس دي يعني 100% هتفرق. يعني انا اتصور ان انت داخل الدور ده ما انتش مجهد. طبعا. يعني احنا من المنتخبات القليله اللي داخله ما عندناش اجهاد، حتى ماتش كرواتيا اللي انت كسبته ومريح ما اجهدتش انت فيه. الاجهاد هيبقى في اللي جاي، يعني في اللي جاي. لان الماتشات بتبقى صعبه وعايز تكسبها، ودايما الاجانب برضو بقول لك بيركزوا على 8 9 لعيبه يعدي بيه الماتش في الاخر خالص، بيغير في اخر خمس دقائق. ده اللي فات، انما اللي جاي من اول دقيقه لاخر دقيقه ان شاء الله. ان شاء الله يعني هتبقى ماتشات جامده. طب كابتن، يمكن مواعيد المباريات اتغيرت. صحيح. طيب عايزين نقول مواعيدها للساده المشاهدين، الماتشات اللي جايه ومع مين. اتفضل يا كابتن. هو حياتك، احنا هنلعب اول ماتش هنلعبه مع بلجيكا يوم ال 19 الساعة 7 بعد الظهر. ده اللي هو بكرة الساعة 7 مساء. 7 مساء. تمام يا كابتن. كويس. عندك ماتش اللي هو بتاع البحرين هتلعبه يوم 21 الساعة 4:30. ده السبت إن شاء الله. السبت. تمام. والماتش الدنمارك هيبقى يوم الاثنين اللي هو 23 يناير الساعة 9:30 بالليل. طيب تحليل ده كل ده في مالمو، يعني هم انتقلوا من البلد تانية. اللي راحوا مالمو. طيب خلينا نقول يا كابتن، تحليلنا للقرعه دي او للشكل ده، انت عندك ماتش بلجيكا 7 هتلعب اقل من 24 ساعه مع البحرين. وهتقعد يوم ونص للدنمارك، فانت عندك هنا تحدي كبير جدا، انت لازم تكسب بلجيكا وتكسب البحرين باقل مجهود. ان شاء الله، ان شاء الله نكسبهم. اليوم ونص ده بقى هتلاقي الراجل بتاع العلاج الطبيعي واللي معاه اللي هو المعد البدني، دول هيعملوا شغل، لازم يعملوا شغل كويس في ان يعمل ريكفر للعيبه، على اساس ان ما يبقاش في واحد مثلا عنده عضله شده، تعبان، مش عارف ايه. يعني ان شاء الله هيقدروا في اليوم ونص. طب حضرتك يعني كمدير فني كبير طبعا، يعني سنوات كبيره، شايف ان انت ماتشات زي بلجيكا والبحرين، انا الدنمارك ماتش جامد وهتلعب فول باور ويا باشا ايه، وانا خايف من بلجيكا. ما انا بقول لحضرتك، هل هتنزل تلعب بكل قوتك في ماتش بلجيكا في الاول وتبدا المباراه؟ لازم. ولا تعمل زي المغرب وتبتدي الاول؟ لا لا لا، المغرب انت قاريها، لكن بلجيكا انت مش قاريها. بلجيكا داخله بالتذكره اليالو كارت اللي هي بتاع الاتحاد الدولي، مكان الاتحاد السوفيتي، مكان الاتحاد الروسي. مكان روسي. مكان روسي. فانت مش قاريها، لكن انت دلوقتي هم 100% شافوا الماتشات اللي هي لعبتها مع الدنمارك ومع تونس. هي كسبت تونس جونين كويس، وبعدين خسرت البحرين 3 جوان. دي غريبه دي. لا مش غريبه، هو رايح قال لك خلاص انا معدي. تونس اصلها ايه، اتعدت مع البحرين وخسرت الدنمارك كتير وبقت رابع، فخلاص مش هتعدي. فهو ريح، ممكن يكون ريح اللعيبه. انا ما شفتش الماتش، لكن بلجيكا خطر، فرقه خطر في وسط اوروبا. يعني انت مثلا عندك فرق في اوروبا كويسه جدا ما بتوصلش، لان التصفيات بتاعه بطوله العالم بتاعتها مع فرق جامده. منها مثلا هولندا. منها تركيا. ما بيوصلوش لان هم بيلعبوا مع صربيا، بيلعب مع كرواتيا. بس لو بيصفي في اسيا كان يوصل. مثلا او بيصفي في افريقيا يوصل. فاهم؟ فعشان كده بقول لك هي لازم يبدا بقوه، ولازم في تركيز عالي، ولازم يبقوا دارسين الماتش من الراجل المحلل اللي هو الدكتور محمد الامام،
عامل لهم الاستاتيكس بتاعت اللعيبه ومقطع لهم الماتش مين بيجري فاست بريك، هينزل يحافظ على الفرقه. طبعا حراس المرمى عندنا برضو الحمد لله بيدرسوا الحكايه دي كويس وبيقدروا ايه يقفوا كويس. يعني حضرتك شايف يا كابتن ان بلجيكا ما ينفعش نبتدي معاها بمنطلق ان انا بريح، ما ينفعش، لا لازم انزل مدي للفرقه احترامها طبعا واكسب، لما افرق بقى 7 8 تجون وفاضل دقيقتين ثلاثه اريح بقى. ريح بقى ان شاء الله نريح على اول على 20 دقيقه الاخرانيه يعني. يعني انا قصدي هي دي بس الفكره، ان لازم تبتدي. ونفس الكلام مع البحرين اكيد، مع البحرين بس لا. البحرين انت دارسها وهم دارسينك كتير. وانت كل شويه تسافر البحرين تلعب لك ماتشين وترجع. طب ايه سر التفوق البحرين برضو يا كابتن؟ عشان ايه يعني البحرين معلش يعني النهارده تبقى من احسن 24 فرقه بتلعب هاند بول في العالم، وقطر كمان انا شايف لا هنا في ان هم دول احسن فرقتين موجودين في اسيا وهم دول فعلا اللي وصلوا من اسيا. ايه الطفره اللي حصلت هناك؟ هل المصريين هل هم اسسوا، هل اشتغلوا؟ قطر اسست هناك؟ طبعا، وعندهم اللي هو اوليفيرا ده احسن مدرب في العالم قطر اسبانيا، ده بقى له عندهم بتاع 8 9 سنين من بطوله قطر. هو ده التفسير طبعا. وزمان كنا بنقول بيجنسوا، دلوقتي مفيش، ما عندهمش تجنيس قوي، لكن برضو الفرقه كبرت سنا يعني في بيلعبوا. يعني احنا عندنا لعيب اللي هو زكي مواليد 86 بيلعب لسه هناك لغايه دلوقتي في قطر. البحرين بقى لا، البحرين انت عارف دول الخليج يقدر يلعب في السعوديه، يقدر يلعب في الامارات، يقدر يلعب في الحاجات دي. فهو مثلا الصياد احسن لعيب عندهم الهاف ده، بتشوفه النهارده مع الوحده السعودي، بكره مع مدر، بعده مع النور، فبيلعب في كومبيتيشن كويس. فهو متطورين طبعا. البحرين نفسها الدوري بتاعها قليل، حجم الفرق قليله بالزبط. لكن هم بيلعبوا في الانديه الثانيه، والمنتخب بياخد اعداد حلو، بياخد اعداداته حلو بدليل ان هم بييجوا مصر على طول يلعبوا. عارف مين مدربهم يا كابتن؟ مدرب البحرين او مدير فني؟ لا مش لا لا. ولا قطر حضرتك عارفه قطر اوليفيرا اوليفيرا ده. طب يا كابتن يعني شايف ان ماتش بلجيكا والبحرين لازم تاخده بكل قوه، لازم تاخدهم بكل قوه لتضمن الاول توصل دور الثمانيه. وانس وصلت دور الثمانيه بقيت من الثمانيه الاوائل، يعني انت الثمانية الاوائل يبقى انت الرانكينج بتاعك السابع ده لسه انت هتحققه ان شاء الله. انت عايز تطلع بقى ايه دور الاربعة صحيح، فلازم بقى تبقى بتعد الماتش الدنمارك والماتش اللي هو بعد الدنمارك، وانت ممكن تكسب الدنمارك وتروح تخسر من المجر، فاهم ازاي؟ كارثة يعني، تبقى كارثة. مفيش بعد كده بقى فرصة تعوض. مفيش اللي جاي اللي جاي رايح، اللي جاي رايح اللي جاي ما جبتوش هيروح منك، فانت يعني لازم تكسب فرق جامدة، تخش بقى في معمعة الفيرست كلاس تيم اللي هو زي السويد، زي فرنسا، زي الدنمارك، تكسب بقى الفرق دي عشان تقدر تحقق ميدالي ان شاء الله. يعني ان شاء الله كابتن. طيب حضرتك طبعا بتابع المنتخب، الدنيا ايه؟ هل في دنيا كويسه؟ هل في اصابات؟ هل في حاجه ولا لا؟ الحمد لله مفيش اخبار جايه لحضرتك باي حاجه؟ لا مش اي حاجه. انا لسه بكلم عمرو صلاح، هو كان هناك خميس وجمعه اتفرج على ماتش كرواتيا ورجع، لا كله ماشي كويس، مفيش اي حاجه خالص. كويس الحمد لله، مفيش اي حاجه. طيب يا كابتن بالنسبه للتحكيم، يعني التحكيم يعني انا شايفه كويس حتى الان بصراحه، شايف التحكيم اتطور زي التطور الدولي. هو مطور التحكيم، عامل زي تيمز، يعني عارف بيعمل ايه؟ يعني مثلا عندنا احنا طقمين اللي هو البنتين ياسمين وهايدي وعلاء وحسام، صحيح، دول على طول بياخدوا دراسات في التحكيم، ودول بيتحركوا تبع الاتحاد الدولي. يعني مثلا السعوديه عايزاهم لازم عن طريق الاتحاد الدولي، زي الكوره مثلا بطوله العرب، زي الكوره رايحين مين اللي رايح؟ فلان وفلان، الاتحاد الدولي يوديهم، هو اللي بيوديهم، مش الاتحاد العربي ومش الاتحادات ما بينها من بعض. لا خالص، الاتحاد العربي بيودي يعني حكام. الاتحاد الدولي عمل منظومه كامله عالميه للحكام. الله كويس. والراجل رئيس لجنه الحكام ده طول النهار بيدرس لهم تعالوا كذا، بعدين كلهم يعني مثلا هيليوبوليس بيلاعب الاهلي مثلا، الحكمين البنتين مثلا، ماشي، تلاقي البنتين بيعملوا التمارينات بتاعت التسخين زي اللعيبه، زي اللعيبه واكتر، صحيح. فقلت لها ياسمين، قالت لي ما احنا لازم نعمل التمارين دي، وبتتبعت للاتحاد الدولي، فهو بيشوفها مونيتورنج في كل حاجه، في كل حاجه. فطبعا يعني دي ما تتخيلش ان فيها حد يبقى، ما فيش اتحاد دولي بيعمل كده غير الكوره. بيلعب غلط لان مش هيروح بطوله تانية على طول، عارف انت في ناس بيحللوه متشاف كويس. فعشان كده ده تفسيري ان او تفسير حضرتك، مش تفسير انا طبعا، لا وتفسيرك برضه، لا ان هو الحكام مستواهم عالي مستواها عالي، وبعدين ما بيخافش وما بيغلطش،
وبعدين احنا عندنا فار برضو، فاهم ازاي؟ طبعا. بس مين اللي بياخد القرار؟ الحكم. كويس. بيروح عندنا اتنين، يعني انت ما اعرفش الكره بيبقى فيه مراقب، بس انت عندك اتنين مراقبين بيبقوا قاعدين جنب الميقاتي والسكورش كيبر، فده بيبقى قاعد يمين وده قاعد شمال، وبعدين وراهم سوبرفايزر. الاتنين دول كل واحد مختص بالفرقه اللي على يمينه والتاني على الله. شماله. لا ده الموضوع ليه؟ عشان الحكم في الملعب لو غفل عن حاجه ما يحصلوش مشكله. صحيح. ما واحد بقى يقول يا عم الحكم انت عذبتنا، فاهم ازاي؟ تيت انذار كويس على طول، ما فيهاش هزار. كويس قوي. الاثنين الراجل السوبرفايزر ده بقى دول معاهم ايباد دلوقتي. يعني انت لسه احنا في البطولات العربيه وبطولات افريقيا لسه بنكتب على ايدينا. لكن في بطولات العالم في ايباد بيكتب بكل حاجه على الايباد. فالراجل السوبرفايزر ده ممكن لو لقى حاجه غلط يوقف الماتش. خلي بالك توقيفه الماتش دي لازم يغير، يعني مثلا المنتخب مصر بيهجم على منتخب الدنمارك، فالسوبرفايزر وقف الترابيزه بتاعه مصر عملت مشكله، يغير البتاع ده، يغير الملعب من هنا لهنا، فممكن فرقه تكسب جون بتغيير الملعب بتاع السوبرفايزر. لا لا ده التحكيم طلع، ما هو ده الكلام وده الفرق الاتحادات اللي شغاله. والله بص يا كابتن احنا مستمتعين جدا بحوارك. ربنا يخليك. انا كل حلقه اتعلم منك يا كابتن. ربنا يخليك. ده انا بتعلم منك سريعا يعني. خلي بالك انا ببقى مبسوط وانا في الاهلي. ده مكانك. يعني الاهلي في القناه او في النادي. انا بروح ببقى اوقات ببقى في وسط البلد اروح اتغدى. تمر. مثلا خضر عوض يعزمك يا ابني، ما انا من نادي مثلا اكسم يعزمك يا ابني، انا من نادي بقى بالذات. يا ريتك يا كابتن. ربنا يخليك. شرفنا. انا سعدت بيك جدا يا كابتن محمد. ربنا يخليك. ده انا اللي سعيد والله. وكل التوفيق لمنتخب مصر. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا الحقيقه الممتع، الحقيقه استمتعت بيه جدا، ورب تكونوا استمتعتوا معايا مع الكابتن القدير كابتن محمد الالفي. انتظرونا في حلقه جديده من الابطال.